الموضوع النهارده بسيط ولذيذ وخفيف، بس عايز اتاكد من حضراتكم الاول. هل انتوا اشتغلتوا احصاء قبل كده؟ عندكم فكره عن مبادئ الاحصاء؟ اشتغلتوا احصاء قبل كده؟ هل عندكم خلفيه عن الاحصاء؟ statistics، descriptive statistics دي الاوتلاينز بتاعت هذا الشابتر اللي احنا بندرسه. اوكي، هنتعلم numerical summaries of data، يعني نلخص الداتا في ارقام. اي داتا عندنا عايزين نلخصها في ارقام، لان احنا قلنا عشان نشوف ندرس اي بروسيس لابد ان احنا في مجموعه من الانبوتس ومجموعه من الاوتبوتس، وفي حاجه اسمها الكريتيكال تو كواليتي او كريتيكال تو كاستمر او الكواليتي كاركترستيك اللي احنا هنقيسها. فبالتالي بتطلع عندك داتا، طب الداتا دي هستفاد بيها ازاي؟ حتى هتلخصها ازاي؟ هتعبر عنها ازاي؟ هتفهم هي بتقول ايه ازاي؟ فمن خلال الديسكريبتيف ستاتستكس. اوكي، فهنتعلم ازاي نعمل سمري للداتا وايه ملخص الداتا، لان احيانا الداتا بتبقى كتيره جدا وما نقدرش نفهم منها اي حاجه في الحاله دي. الحاجه الثانيه هنتعلم بعض الدياجرامز، من ضمنها حاجه اسمها الستيم اند ليف دياجرام. ستيم اند ليف دياجرامز، هنتعلم الفريكوانسي ديستريبيوشن والهيستوجرام، ازاي نرسم الحاجات دي. هنتعلم ازاي نرسم البوكس بلوتس، هنتعلم ازاي نرسم التايم سيريز بلوتس، هنتعلم ازاي نرسم البروبابيلتي بلوت. يبقى خلاصه الموضوع ازاي تلخص سمرايز للداتا نيوميريكالي، وازاي تمثل الداتا ديسكرايب الداتا جرافيكالي. اوكي، هو ده اللي احنا هنتعلمه النهارده ان شاء الله. الموضوع انا شايف ان هو يعني لايت، خفيف من النوع الموضوعات الخفيفه. اوكي، وحتى تلاحظ عدد السلايدز مش تو ماتش يعني. طيب يا ترى ايه الحاجات اللي هنتعلمها؟ زي ما انا قلت من شويه، في هنشوف نتعلم ازاي نحسب ونفسر، يعني نقول معنى حاجه اسمها سامبل مين، سامبل فاريانس، سامبل ستاندرد ديفيشن، سامبل ميديان، سامبل رينج. كل الحاجات دي مهم جدا ان احنا نفهمها وازاي نفسرها ونشوف ايه معناها يعني. ماشي، هنبدا نتعرف على مفاهيم جديده اسمها سامبل مين والسامبل فاريانس. الفرق بين السامبل مين والسامبل فاريانس. ده بالنسبه للسامبل. بيبيوليشن مين والبيبيوليشن فاريانس، وايه الفرق بينهم؟ اوكي؟ بعد كده نتعلم نعمل نرسم الداتا دي، نعرضها في صوره فيجوال ونعمل لها انتربريتيشن، ايه معناها؟ وبتقول لنا ايه في الاخر؟ من زي الستيم اند ليف دياجرام، هيستوجرام، بوكس بلوت. هنشرح مفهوم يعني ايه راندم سامبلينج، اللي هو اخذ عينه عشوائيه. هنتعلم بعد كده ان احنا نعمل كونستراكت وانتربريتيشن لحاجه اسمها نورمال بروبابيلتي بلوتس. نورمال بروبابيلتي بلوتس هنشوف ازاي نرسمه وايه معناه، هيوضح لنا ايه بالظبط. هنشرح ازاي نستخدم البوكس بلوت اللي احنا سبق رسمناه، وبقيه الجرافس الاخرى، ولو عايزين نعمل مقارنه ما بين اكتر من سامبل باستخدام هذه الجرافس وايه معناها. هنتعلم ونستخدم ونفهم تايم سيريز بلوتس كوسيله لعرض الداتا، وهنا وسيله عرض داتا، وتكون الداتا دي تايم اورينتد، يعني زمنيه، فيها عامل الزمن. اول نقطه هنتكلم فيها هي numerical summaries of data، عشان نلخص الداتا في صورة أرقام. يعني بدل ما يكون عندك مثلا 1000 نقطة أو 1000 داتا بوينت جمعتها، ولو بصيت للداتا كده ما تفهمش حاجة، فاحنا نحاول نلخص الداتا دي في إيه؟ في مجموعة أرقام بسيطة، اللي بعد كده إيه؟ نشرح مدلولها. الداتا تعرفها يعني إيه داتا؟ are the numeric observation. numeric observations يعني ملاحظات، يعني أنت لاحظت مثلا أو قست حاجة أو مش عارف إيه، طول حاجة معينة أو وزن حاجة معينة أو عدد حاجة معينة، دي اسمها داتا. يعني مثلا الطلبة الموجودين في كلاس معين سنة تالتة رابعة درجاتهم في الماس، دي اسمها داتا، مش كده؟ عشان احنا نشوف مثلا مستوى الطلبة دي في الماس شكله ايه. totality of all observations is a phenomena, a population. يعني بيقول لك كل الاوبزرفيشنز
دي بتسمى population، مجتمع. يعني مثلا لو احنا عندنا 10 فصول في المدرسه، وعملنا لهم امتحان في الماس، فلو جبنا الدرجات بتاعت العشر فصول اللي هم مثلا 1000 طالب، ده بيسمى البوبيوليشن، مش كده؟ لكن لو خدنا عينه سامبل او جزء من الداتا دي بهدف ان احنا هنستخدمها عشان التحليل، بيسموها راندم سامبل. بيسموها ايه؟ سامبل. يعني ممكن يكون عندك 1000 نقطه او 1000 داتا رقم، يعني ممكن تاخد منه مثلا 10 او 15 او 30، ده يعتبر ايه؟ بيسموه سامبل. انا عايزه تفهم بس الايه الفرق ما بين بوبيوليشن وسامبل، لانها نقطه مهمه جدا. وزي ما قلت لحضرتك، لو في اي وقت حضرتك مش فاهم اللي انا بقوله، ممكن اقول بمثال اخر، بمثال ثالث، وهكذا لغايه ما نفهم. مش هسيبكم لما تفهموا الموضوع. اوكي؟ احنا نقدر نفهم الداتا خصوصا لو كانت كبيره، بان احنا نوصفها نيوميريكالي وجرافيكالي. يعني طريقه توصيف الداتا، ديسكرايبنج للداتا، ده بيتم بطريقتين، في صوره ارقام وفي صوره ايه؟ رسمه، شكل هنرسمه، ماشي؟ وفي الغالب احنا بنتعامل مع ايه؟ سامبل داتا. من الصعوبه بمكان ان انت تتعامل مع البوبيوليشن، بتاخد وقت طويل جدا، في بعض الاختبارات بتبقى صعبه جدا ان انت تختبر كل المجتمع كله، خصوصا لو في مثلا بتعمل اختبار اتلافي، يعني العينه نفسها اللي انت بتاخدها وتعمل لها اختبار عشان تقيس حاجه معينه بتبوظ خلاص، ماشي؟ فما ينفعش ان انت تعمل على كل العينات، او بتتلف يعني، او بتحصل لها دامج او فيلير. احنا هنوصف الداتا في اكتر من شكل، في الداتا نفسها بتوصف الشيب بتاع الداتا. احنا بنقول بنوصف بطريقتين، نيوميريكالي وجرافيكالي. طيب هنوصفها باي شكل؟ في ممكن عن طريق الشيب الشكل، هنوصف الاوتلايرز. لازم نعرف ايه هي الاوتلايرز. اوتلايرز اللي هي الحاجات الشاذه، اعتبرها كده الحاجات الشاذه او الحاجات البعيده قوي عن القياسات الطبيعيه، ماشي؟ هنجمع بيانات عن او نوصف السنتر بتاع الداتا، السبريد بتاع الداتا، وهم بيلخصوا التوصيف ده بحاجه اسمها ساكس، SOCS، عشان ايه؟ ما تنساش ان هو شيب واوتلاير وسنتر وسبريد. يبقى احنا هنوصف الداتا بخمس اربع حاجات، ماشي؟ الشكل والاوتلايرز اللي هي الحاجات الشاذه، سنتر مركزها، والسبريد اللي هو التشتت. السبريد اللي هو التشتت، او احيانا يسموه الفاريشن. اوكي؟ السنتر بنقيسه بايه؟ بنقيسه بالمين. مركز الداتا او وسط الداتا بيسموها المين، ماشي؟ بيسموها السنتر او الافريج، ماشي؟ المين السنتر، ماشي؟ وهو ده التارجت اللي احنا عايزين نوصل له في اي كواليتي كاركترستيك عندنا. طيب السبريد بنقيسه ازاي؟ بنقيسه بحاجه اسمها الفارينس. بنقيسه بحاجه اسمها ايه؟ الفارينس. يبقى مهم جدا تعرف ان السنتر بتاع الداتا هو المين، والسبريد بتاع الداتا بيقاس بالفارينس. يبقى مهم جدا نعرف نتعلم ازاي نحسب الحاجات دي، ماشي؟ تعال نشوف. ادي البيبيوليشن وادي السامبل. ده هنعتبر ان ده البيبيوليشن، المجتمع كله، يعني كل الداتا التمثيل بتاع الكيرف ده. البيبيوليشن ده ليه متوسط اسمه ميو. اسمه ايه؟ اسمه ميو. ده المين بتاع البيبيوليشن. وليه كمان سيجما. سيجما ده اللي اسمه الستاندرد ديفيشن بتاع ايه؟ البيبيوليشن. الميو والسيجما هما الاثنين بيسموهم بارامترز. طالما بتكلم على بيبيوليشن بيسموا بارامترز. بارامترز يعني الحاجه اللي بتحدد البيبيوليشن، حاجتين، ميو وسيجما، وكل بيبيوليشن ليه الميو والسيجما بتاعته. اوكي؟ على حسب الداتا. هناخد من الميو والسيجما دول، وطبعا ما بنقدرش نتعامل معاهم علشان تبقى كم كبير من الداتا وبتاخد وقت طويل ومكلفه وحاجات كتير، فبنضطر ان احنا نتعامل مع سامبل او سامبلز. فبناخد سامبل اكس 1 اكس 2، دي السامبل اللي احنا هناخدها. السامبل ليها افريج، متوسط الداتا دي، وليكن مثلا خدنا 10 بس، عددهم بيسموه ان سمول، ان سمول ب 10. لكن عدد دول مثلا اقول مثلا 1000،
10,000 في البوبيوليشن كله، المجتمع كله، ماشي، مجتمع محل الدراسه مش المجتمع اللي احنا عايشين فيه، ماشي. السامبل، سامبل افريج اكس بار بالنسبه للسامبل، متوسط بتاع السامبل اكس بار، متوسط بتاع البوبيوليشن ميو، الفارينس بتاع السامبل اسمه اس، سوري اسف، الستاندرد ديفيشن بتاع السامبل اسمه اس، ماشي، الستاندرد ديفيشن بتاع البوبيوليشن اسمه سيجما. يبقى واضح كده؟ وده الرسمه دي بيسموها الهيستوجرام، الهيستوجرام عباره عن القراءات او القيم، وده الفريكونسي بتاعها، ده بيسموه الهيستوجرام، ماشي. يبقى عرفنا. وفي نقطه ثانيه، الميو والسيجما سميناهم ايه؟ سميناهم بارامترز. طيب امال الاكس بار والاس هيسموها ايه؟ هيسموها ستاتستكس. خدت بالك من كلمه ستاتستكس جت منين؟ قيمه احصائيه، ستاتستكس، ستاتستكس بيتكلم على هنا بيتكلم على سامبل، ماشي. لكن لو سمعت كلمه بارامترز يبقى احنا بنتكلم على بيبيوليشن، ماشي، اللي هي بالنسبه لنا هنا الميو والسيجما. كده واضح؟ بالنسبه للسامبل اكس بار واس، اللي هو المين والستاندرد ديفيشن بتاعت ايه؟ بتاعت السامبل. واضح؟ وده المفترض ان احنا هنشتغل عليه طول الوقت، طول الوقت بنشتغل سامبل. ما بنقدرش ان احنا، لكن لو عندنا بيانات تاريخيه وعندنا بيانات المجتمع كله او المجتمع كله الداتا بتاعته مش كتير قوي، نقدر نتعامل مع الداتا، كلها، وده افضل، بيدينا ادق. يعني احنا لو عايزين نعرف هو السيجما كام، مش هنقدر الا هنا بنعمل استيميشن بقى ليها من اس. يعني اس دي تعتبر استيميشن للسيجما، يعني تقدير او بتقرب لنا الصوره شويه، لكن هي لا تساوي السيجما، ماشي، بتبقى قريبه، قيمتها قريبه شويه. ما نقدرش نقول الاس بتساوي سيجما، ما نقدرش نقول الاكس بار بتساوي ميو، ماشي، لان احنا هنا كده هنا في الحاله دي ما عندناش كل الداتا. واضح؟ هل في اي استفسار هنا يا شباب؟ لو الامور تمام نكتب واحد. اوكي نكمل. لو حد عنده مشكله يا جماعه في اي وقت من فضلكم بلغوني، هزعل لو انتم ما اتكلمتوش. طيب كيفيه حساب المين؟ المين لو افترضنا ان سمول، ان سمول بتمثل عدد الاوبزرفيشن في راندوم سامبل، والقيم اللي طلع منها او القياسات اللي احنا عملناها اكس 1 واكس 2 سميناها كده، اكس 1 واكس 2 واكس 3 ايا كان، مش كده، لغايه اكس ان، يعني لو دول 10 يبقى اكس 1 لغايه اكس 10. اوكي السامبل مين بنجيبها ازاي؟ بنجمع كل القراءات دي ونقسمها على عدد، وهنشوف الكلام ده بالارقام بعد شويه. واكيد حضراتكم عارفين الداخله دي اللي هي البسيطه دي، يعني كلنا بنعرف نحسب المين او الافرج سامبل مين، ماشي. طيب لو عايزين نحسب البوبيوليشن مين، بوبيوليشن مين، الفرق ما بين البوبيوليشن مين والسامبل مين، هي هنا ان كابيتال مش ان سمول، يعني مجموع كل القراءات ونقسمها على العدد القراءات كلها وليكن 1000، ماشي، ومجموع كل القراءات، ماشي، وليها شكل اخر اللي هي اكس اي في القراءه نفسها في الفانكشن بيسموها البروبابيلتي ديستريبيوشن، ماشي، اف اكس، اف اوف اكس، ماشي. ده بنجيب منها ايه؟ بنجيب منها البوبيوليشن مين، ماشي. زي ما قلت لحضراتكم دي صعب استخدامها الا اذا عندك انت كل البوبيوليشن، هل انت عندك داتا كلها بتاعت الخاصيه اللي انت بتقيسها؟ خلاص يبقى استخدم دي وده افضل، ماشي. مش هتقدر تستخدم دي، يبقى انت هتضطر انك تاخد ايه، عينه سامبل وتجيب اللي ايه منها المين. ده مثال، مثال رقم واحد عنده 8 اوبزرفيشنز. خد بالك من المسميات والمصطلحات، ماشي، عشان الاحصاء دي ليها بعض الاكسبريشنز كده لازم تبقى فاميليار بيها. الاوبزرفيشنز عندنا 8 اللي هم القراءات اللي عندنا، انا عملت كام ملاحظه، عملت كام قياس الى اخره، 8. يبقى دول القراءات بتاعتهم، ودول القراءات دي خاصه بايه؟ بول اوف فورس فروم انجن كونكتورز. انت ايا كان احنا بنقيس ايه؟ هنا بنقيس انجن كونكتورز اللي هي العمود او الوصلات بتاعت العمود بتاعت الموتور، وصلات خاصه بالموتور بتاع العربيه، ماشي، بيسموها انجن كونكتورز. اثناء فيها ايه؟ اثناء حاجه اسمها بول اوف فورس اللي هي قوه الشد، القوه المستخدمه، ماشي. فاول مره وطلعت النتيجه هنا بالايه؟ باوند
بي اس اي باوند سكوير انش، باوند سكوير انش او باوند باوند سوري باوند فورس، باوند سكوير انش دي حاجه ثانيه، سترينث او حاجه بيسموها سترينث، انا مش عايز الخبطكم بالمصطلحات دي ماشي، لكن دي وحده القياس باوند، اعتبرها كيلو جرام فورس او نيوتن ايا كان، المهم وحده قياس قوه ماشي. بنجيبها ازاي؟ بنجمعهم ونقسمهم على عددهم، عدد القرارات اللي جبناها مجموعهم اهو. لو انت عملتها بالاكسل هتستخدم المعادله دي، بتكتب يساوي افريج وبين قوسين اللي هي الرينج بتاع الداتا اللي انت عايز تجمعه من اول الخليه دي للخليه دي، يعني بي 2 دي يعني دي ده المكان الخليه دي الى النقطتين دول معناهم الى بي 9، بي 9 لغايه هنا، يعني ما تقولش دي 8 لا دي مش 8 دي بي 9 يعني ادي 1 2 3 4 لغايه 9، دول 9 ماشي، 9 صفوف، 9 صفوف بما فيهم ده ماشي، فالمعادله بتتكتب بالشكل من اول النقطه دي للنقطه دي. المهم الكلام ده لو عايز تعمله بالاكسل هو تقدر تعمله بالاكسل ماشي. طيب طلعت كام؟ 10 باوندز، طلعت 10 باوندز. طيب ده معناه ايه؟ ايه 10 باوندز؟ طب المين او الافرج معناه ايه؟ معنى السامبل مين هو يعتبر البالانس بوينت، عارف لما تحط ميزان كده الكفه بتاعت الميزان وبتحط كده في النص وتحط هنا كده كل القراءات دي، الثمان قراءات دول في مكانهم، كل قراءه في مكانها، هو ده السكيل ده الافقي بيعبر عن كل قراءه. يعني بص كده شايف اول قراءه دي، اول قراءه دي كام؟ حد يقول لي اول قراءه دي كام؟ اللي هي اقل واحده 12 وكام؟ نشر اثنين، اشكرك. وهكذا بقيه القراءات محطوطه ايه على حسب القيمه. فالافرج ده اللي هو اللي في النص هنا كده كان ايه؟ حطيناه في نص كفه الميزان، يبقى فينا الموضوع بالانسد. يعني يمين زي شمال، يعني الكفه هتبقى متزنه. بيسموها بالانس بوينت. الافرج دي بالانس بوينت. ماشي؟ الداتا اللي على اليمين زي الشمال بالظبط. اوكي؟ وده المتوسط بتاعهم بالظبط، ده معنى كلمه مين او افريج. طيب لو نتكلم على الفارينس، ايه المقصود بالفارينس؟ طبعا احنا برضه هنهتم بالاثنين كمعادلات، لكن احنا بنشتغل في الاخر سامبل فارينس. واحنا ليه بنهتم بالفارينس؟ عشان بعد كده محتاجين نشوف ازاي نحسب ايه؟ الستاندرد ديفيشن اللي هو السيجما ماشي، السيجما كام؟ اوكي عايزين نحسبها. الكلام ده هنوصل له ان شاء الله، اللي هو سيجما سكوير نعرفه الاول اللي هو البوبيوليشن فاريانس، وبعد كده منه نحسب الستاندرد ديفيشن اللي هو الجزء التربيعي بتاع الكلام ده. طيب السامبل فاريانس هو عباره عن الديفرنس ما بين كل قراءه والافرج اللي انا لسه حاسبه. احنا لسه حاسبين الافرج كام؟ 13. كل قراءه موجوده عند حضرتك في الجدول ده لما تطرحها من 13 هيدي لك قيمه ماشي؟ هيدي لك قيمه. الديفرنس ده كله هتربعه، يعني بعد ما تجمع هتربع كل فرق، يعني الاكس الاولى ناقص الافريج وجيب التربيع بتاعها، الاكس الثانيه ناقص الافريج وجيب التربيع بتاعها، وتجمع الكلام ده كله وتقسمه على ان ناقص واحد. ان ناقص واحد اللي هي الايه؟ اللي هي المفترض في النسب بتاعنا ده يعني 7. اوكي؟ لان ان ب 8. ده ازاي تحسب البوبوليشن فاريانس ماشي؟ الستاندرد ديفيشن تعريفه ايه؟ التعريف الستاندرد ديفيشن اللي هو السيجما هو عباره عن روت سكوير روت اوف ذا فارينس، اللي هو الجذر التربيعي بتاع الفارينس اللي احنا لسه حاسبينه. يعني شايفين سيجما سكوير دي، لو جبت الجذر التربيعي بتاعها نقدر نجيب السيجما ماشي. ولو جبنا هنا اس سكوير نقدر نجيب الاس، وما نقدرش نقول هي دي ماشي، لا دي سامبل فارينس لكن دي ايه؟ بوبوليشن فارينس ماشي. ونقدر نقول بدرجه ثقه معينه، مش عايز الخبطك دلوقتي لما نخش على الجزء الثاني من اللي يحصل اللي هو الانفرنشال ستاتستكس، بدرجه ثقه معينه الستاندرد ديفيشن بتاع السامبل اللي هو يساوي او في حدود كذا بالنسبه لايه؟ للبوبوليشن فارينس، او يساويه بدرجه ثقه معينه. يعني سيبنا من الحته دي دلوقتي عشان ما نتلخبطش ماشي، احنا شغالين ديسكريبتيف، يعني معادلات بسيطه وتمثيل بسيط جدا.
فعشان تجيب الستاندرد ديفيشن بتجيب الجذر التربيعي بتاع الايه؟ بتاع الفارينس. ماشي؟ احنا قلنا بالنسبه للستاندرد ديفيشن للبيبيوليشن اسمها سيجما، بالنسبه للسامبل اسمها اس. ماشي؟ الوحدات القياس بالنسبه للسيجما والاس هي نفسها الوحدات بتاعت الداتا. يعني لو الداتا بتقاس بالباوند يبقى هي الستاندرد ديفيشن بالباوند، لو بتقاس بالسنتيمتر يبقى الستاندرد ديفيشن بالسنتيمتر، لو بتقاس بأي كانت الوحدة بتاعت الداتا اللي عندك أو المين هي نفسها الوحدة بتاعت الستاندرد ديفيشن كيونتس. ماشي؟ لكن بالنسبة للفاريانس الوحدة القياس بتاعتها هي مربع الوحدة بتاعت القياس العادي. مربع الوحدة يعني لو الداتا بتاعتنا في المثال بتاعنا بالباوند يبقى الفاريانس الوحدة بتاعتها باوند سكوير. أوكي؟ طيب بيقول لك هنا منطقيه الفارينس في الرسمه دي، بيقول لك لو احنا جبنا الفرق الاكسات دي، الاكسات الموجوده هنا دي كده بتعبر عن الديفرنس ما بين الافريج. يعني بيقول لك الموضوع ده اتحسب ازاي، الفارينس اتحسب ازاي. الفارينس هو تعريفه هو الافريج داتا سبريد، يعني متوسط انتشار الداتا يمين وشمال الايه الاكس بار. يعني الفرق ما بين اكس واحد دي هي الفرق ما بين القراءه الاولى، ما القراءه الاولى موجوده هنا، مش احنا مش بنتكلم على ترتيبهم من صغير لكبير، لا القراءه الاولى اللي موجوده في الجدول اللي هي بكام؟ 12 6 من 10. 12 6 من 10 لما نطرحها من 13 اللي هو الافريج يدينا القيمه دي، يدينا اكس واحد، وهكذا بالنسبه لبقيه القيم. مش كده؟ مجموع الكلام ده كله هو الفارينس. فالفارينس هو الافريج داتا سبريد، يعني ازاي الداتا متوزعه يمين وشمال. والسبريد هنا الداتا خد بالك متوزعه يمين وشمال، يعني بوزيتيف ونيجاتيف، يعني في فرق بوزيتيف احيانا وفرق نيجاتيف. ماشي؟ بوزيتيف او نيجاتيف. عشان كده لما تيجي تجيب الفارينس لازم تربع، عشان كده بنجيب تربيع. لكن لو جمعنا كده على طول الفرق ما بين اكس 1 وجمعنا اكس 1 واكس 2 واكس، وهنا ده يعتبر نيجاتيف وده يعتبر بوزيتيف، هتلاقي الاثنين تلاشوا مع بعض، وبالتالي مفيش فارينس. ازاي مفيش فارينس؟ عشان كده بيربع. بص هنا كيفيه حساب الفارينس ومنه بعد كده بنحسب الستاندرد ديفيشن. يعني ممكن تعتبر المثال ده هو المثالين في نفس الوقت. ادي الداتا اللي عندنا الثمانيه مجموعهم نقسمهم على 8 يدينا المين. ماشي؟ ده كل ده بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على سامبل. اوكي؟ طيب لو طرحنا اكس واحد اكس اي من اكس بار، يعني طرحناها من القيمه دي من 13، القيمه دي ناقص 13 يدينا الرقم ده. خدت بالك ليه طلعت ناقص؟ 12 6 من 10 ناقص 13. كذا ناقص 13، كذا ناقص 13، تدينا القيم دي كلها. ماشي؟ مجموعهم هنا يطلع كام؟ يدينا زيرو. لو احنا جمعنا كل الديفيشنز، ما هو ده الديفيشنز او الفاريشن اللي حصل. ماشي؟ مش هينفع، فايه؟ قال لك لا انا اربعها. المربعات اربعها. ماشي؟ جاب المجموع. قسم المجموع ده على سبعه. لان احنا قلنا هنا الاس بتتحسب على ان على ان ناقص واحد. المعادله بتاعتها. اس سكوير على ان ناقص واحد. ماشي؟ مجموعهم على ايه؟ على ان ناقص واحد اهو. ما هو ان بثمانيه، يبقى دي ان ناقص واحد بسبعه. يطلع الرقم ده. الرقم ده بيسمى الفارينس. السامبل فارينس. ماشي؟ الستاندرد ديفيشن بعمل ايه؟ بجيب الجذر التربيعي للرقم ده. شايفين الرقم ده؟ لو جبت له الجذر التربيعي بتاعه بالكالكوليتر او باي وسيله يدينا ايه؟ يدينا الستاندرد ديفيشن. وفي معادلات الاكسل بيساعدنا في الحته دي ان هو يحسب لنا الحاجات دي. لكن احنا طبعا ايه؟ احنا اهتمامنا اكتر هيبقى بالايه؟ بالميني تاب. لكن يمنع الكلام ده بيتعمل بالاكسل برضه. ماشي؟ بس على قده يعني. فيبقى هنا بيتكلمك عن الدايمنشنز. الاكس اي بالباوند، يعني القيم دي بالقيم على حسب انت بتدرس ايه. انت بدرس فورس يبقى بالباوند، بدرس فوليوم يبقى كيوبيك متر مثلا. ماشي؟ وهكذا على حسب ايه الحاجه اللي انت بتدرس. المين بيبقى بالباوند على حسب وحده القياس دي. الفارينس باوند سكوير. الستاندرد ديفيشن باوند زي بالظبط المين زي ما قال قبل كده. ماشي؟ انا بيقول لك بالنسبه للاكيورسي ديزاير الاكيورسي از جنرالي اكسبتد تو بي 1 اور 1 مور بليس ذان ذا داتا.
يعني بيقول لك هنا القياس بتاع الستاندرد ديفيشن، بص هنا كده كام؟ 48%. طب ليه؟ ليه؟ هو كان طلع 48%، لا طلعت اكتر من كده. يعني في ارقام هنا على اليمين لما تجيب جذر الرقم ده يطلع كذا وفي قصور ثانيه. فهنا بيقول لك احسن طريقه للاكيورسي بتاعت الداتا هو شوف الداتا الاصليه كام ورقم واحد، يبقى انت تطلع الداتا كده خليهم رقمين. واضحه؟ بالنسبه للستاندرد ديفيشن طريقه التعريف بتاعته بشوف هنا كذا واحد كذا من 10، هنا لا خليها وكذا من 100. ماشي؟ يعني زود ايه؟ خلي فيه رقمين هنا، ما يبقاش رقم واحد. ماشي؟ او ما يكونش ثلاثه. واضحه؟ نكمل. طيب هنا بيبين لك كيفيه حساب الاس سكوير. طبعا احنا خدنا معادله قبل كده بيحسب فيها الاس سكوير اللي هي الفارينس بتاعت ايه؟ اس سكوير. اس سكوير اهي. ماشي؟ بيقول لك المعادله دي صعبه شويه، وبالتالي هو هيختصر هنا كده يعمل تظبيطات ثانيه بحيث انه يطلعها بالشكل ده. قال لك الشكل ده ابسط، ابسط في الحساب. السابقه فعلا طويله شويه. فابسط في الحساب، ادي المعادله الجديده وادي الداتا نفس الداتا، ومفترض انها تطلع نفس الايه؟ نفس القيم. ماشي؟ كنتيجه نهائيه. ماشي؟ بيبقى عندنا هنا عمودين بس، ما بنحتاجش نطرح حاجه من حاجه. بتطلع النتيجه بنفس الكافيه، مجرد غيرنا شكل المعادله. ده اختصار لايه؟ لمعادله الفارينس. ماشي؟ هنا الستاندرد ديفيشن في الحاله دي اهو 48% باوند. الفارينس هو الرقم ده. ماشي؟ مهم جدا تكتب الوحدات. ما ينفعش ان انا اقول اس سكوير بيساوي رقم كده وسيبه. لا، الوحده بتاعته هي مربع وحده، وحده الداتا الاصليه. الاس هي الوحده بتاعته هي نفس وحده الداتا الاصليه. اتفقنا؟ طيب يبقى خدنا ايه دلوقتي؟ خدنا المين والفارينس والستاندرد ديفيشن، مش كده؟ هنبدا ناخد حاجه ثانيه اسمها الايه؟ السامبل رينج. السامبل رينج اللي هو ايه؟ المدى بتاع السامبل. قانون بسيط جدا، السامبل رينج او رينج بيساوي اقصى قيمه، اكبر قيمه ناقص اقل قيمه، او تطرح اقل قيمه من اكبر قيمه. ماشي؟ مفيش حاجه اسمها رينج بالنيجاتيف. ماشي؟ فين اكبر قيمه؟ اهي اقل قيمه اهي، اطرحها من بعض. بالنسبه للمثال بتاعنا اللي هم 8 اوبزرفيشنز، اكبر قيمه كانت 3.6، اقل قيمه 12.3، وبرده الميني تاب بيعملها لوحده بدون ما تتعب. وهنشوف الكلام ده ازاي نعمله ان شاء الله مع الوقت. والاكسل بيعمله، وهي حسبه بسيطه يعني مش محتاجه حد. فهنا بيقول لك خد بالك، ملحوظه، ودي شيء طبيعي. ولو انت مختلف معايا قول لي، لو انت مش فاهم قول لي. بيقول لك البوبيوليشن رينج اكبر من او يساوي سامبل رينج. لو فاهم اكتب واحد. البوبيوليشن رينج اكبر من السامبل رينج. طبعا البوبيوليشن رينج هتقدر تحسبه ازاي؟ لو عايز تحسب، لو عندنا كل الداتا بوبيوليشن رينج هو نفس القانون، بس هنا الفرق ان انت معاك داتا اكتر، معاك 1000 رقم، اكبر رقم في ال 1000 دول كذا، اقل رقم في ال 1000 دول كذا. لكن لما احنا بناخد سامبل بناخد 10 منهم او 100 او 25 بس، فمش بالضروره ان هو يكون في اكبر رقم واقل رقم موجودين هم نفسهم اللي في السامبل. معايا؟ لا، انت عندك في البوبيوليشن كل الارقام موجوده. ماشي؟ كل الارقام موجوده، فتعتبر السامبل داتا هي جزء من سب سيت، جزء من البيبيوليشن. ماشي؟ وبالتالي البيبيوليشن رينج اللي هو فيه كل الارقام لازم هيطلع اكبر من السامبل رينج. ليه اكبر من او يساوي؟ لان ممكن يطلع بالصدفه، مش ممكن يطلع بالصدفه وانا بعمل السامبل. هنا اكبر رقم يا جماعه، اكبر رقم 500 كقياس يعني، واقل رقم هو 3. يبقى رينج كام؟ الفرق بين الاثنين 497. 497. ماشي؟ طيب لما جمعت الداتا الصدفه البحته، لما عملت عينه، جبت عينه الصدفه البحته، طلع من الارقام في كلمه ال 500 وطلعت فعلا اكبر واحده، والثلاثه برضو اقل واحده. الصدفه البحته ممكن تحصل، اللي يمنع؟ بس نادرا انها تحصل. ماشي؟ لكن لا يمنع انها تحصل. فاهمين قصدي؟ مش احنا بنقول ان السامبل داتا
سب سيت او جزء من البوبوليشن داتا، وبالتالي ممكن ما انت بتاخد شويه من الداتا دول بتتعامل معاهم ماشي، وتجيب السامبل رينج ماشي، ممكن يطلع نفس الارقام، نفس الارقام الكبيره والصغيره بالصدفه في السامبل اللي معاك، تحصل ولا ما تحصلش، وممكن لا. هي كده واضحه؟ تمام. نخش بعد كده على الديجرامز اللي احنا خدناه ده. توصيف رقمي نيوميريكالي للداتا. هقول تاني المين، وبعد كده خدنا المين طبعا بالنسبه للسامبل وبالنسبه للبوبوليشن، الميو والاكس بار، خدنا الفارينس، خدنا سيجما سكوير واس سكوير، خدنا الستاندرد ديفيشن اللي هو السيجما والاس، خدنا كمان الرينج سواء بالنسبه للبوبوليشن او بالنسبه للسامبل، نقدر نحسب ماكسيمم ناقص المين. نبدا بقى نتكلم في جزئيه ثانيه اللي هي كيفيه الرسم. ندي الاول مدخل كده لحاجه اسمها الستيم اند ليف. ستيم اند ليف، ستيم اللي هو ايه؟ الساق. الساق مش كده؟ ليف اللي هي الورقه. الساق والورقه. كانها شجره، كاننا نعمل شجره. الجزء القائم من الشجره وبعد كده في فروع منها. ماشي؟ ده ستيم اند ليف، وهنشوف شكله ايه بعد شويه. اولا هنشرح قبل ما نخش على الستيم اند ليف دايجرام، نشرح حاجه اسمها دوت دايجرام. دوت دايجرامز. ده بيمثل الداتا في صوره نمبر لاين، شايفين؟ عايزين خط الاعداد. المثال بتاعنا اللي احنا لسه واخدينه الداتا بتاعتنا، المثال الاولاني، مش عندنا 8 ارقام ومتوزعه بالشكل ده اهو. بص كده، ادي الفورس اللي احنا هنقيسها، اللي احنا قسناها يعني، وادي الثمان ارقام 1 2 3 4 5 6 7 8 8 متوزعين بالشكل ده. ده بيسموه الدوت بلوت. ده بيسموه ايه؟ الدوت بلوت. وعلى فكره الدوت بلوت ده الميني تاب بيعمله بمنتهى البساطه، وحاجات ثانيه كتير لسه هنشوفها بعد ما نخش على الميني تاب، يمكن في جزء ثاني من المحاضره. خلاص كده، يبقى الدوت بلوت عرفنا ازاي بيتم تمثيله. تعمل سكيل، والسكيل ده لازم يكون فيه ايه؟ فيه اقل قيمه واكبر قيمه. ماشي؟ عشان لما تيجي تمثل نقطات تلاقيها فين؟ وهي بتتحط ايه؟ فوق بعض كده. يعني مثلا لو في قيمتين شبه بعض 12 و6 من 10، هل دي موجوده في الداتا؟ تعال نشوف كده، 12 و6 من 10 موجوده مرتين؟ 12 و6 من 10 12 و6 موجوده مرتين. عشان كده هو حطهم فين؟ حطهم فوق بعض هنا. فهمنا ليه؟ لكن القيم دي اتحطت هنا ليه؟ عشان دي القيم بتاعت 13 من 10 عندنا. وهنا بين الاثنين دول موجوده، وهكذا على حسب بقى السكيل. ماشي؟ ده اسمه ايه يا جماعه؟ دوت بلوت. والميني تاب بيرسمه. طيب اللي بيقول لك هنا دوت بلوت مش دايما بنقدر نستخدمه او بيبقى مفيد في كل الحالات. لو مفيد فقط للسمول داتا سيتس، لما تكون الداتا قليله نقدر ان احنا نمثل الدوت بلوت يبقى واضح. لكن تخيل ان انت عندك اكتر من داتا كبيره، لارج سيت، ففي الحالات بنستخدم حاجه اسمها، عشان طبعا نشوف الداتا صح، بنستخدم حاجه اسمها ايه؟ ستيم اند ليف دايجرام. ستيم اند ليف دايجرام امتى بيستخدم؟ بيستخدم افضل في اللارج داتا سيت، ما تكون بيانات كتير. ما تكون بيانات قليله الداتا بلوت ده كويس، ماشي ماشي الحال. بيسموه دوت دايجرام، او ساعات يسموه ايه؟ دوت بلوت. دوت بلوت يعني بيمثلها بايه؟ بدوت، بنقطه. كل نقطه بيمثل داتا. ماشي؟ داتا ايه؟ في نقطه. دوت. فبنرسم ايه؟ المقابل بقى بالنسبه للدوت بلوت او دوت دايجرام في البيانات الكتير، هو ايه؟ الاحسن ان احنا نرسم حاجه اسمها ستيم اند ليف دايجرام. ستيم اند ليف دايجرام. هنا دي خطوات الايه؟ الخطوات للحل. ماشي؟ خطوات الرسم الدايجرام. طبعا الخطوات دي لما تكون هترسمها بايديك بتبقى مفيده، وتكون برضو تفهم هو الموضوع ماشي ازاي. ماشي؟ مش كفايه ان انا يلا بينا على الميني تاب، والميني تاب اهو حلو يا جماعه وطلع الجراف اهو. لا، هو مهم جدا برضو ان حضرتك تفهم اساسيات الموضوع.
والموضوع ده اترسم ازاي ماشي، اللي هو بيسموه النو هاو. مجموعه من الخطوات انا لو قريتها ممكن ما تفهمش على طول، لكن انا انصح حضرتك وانت بتشوف المثال ده، وانت بتشوف المثال ده تقرا الخطوات في نفس الوقت. بص كده، تقرا الخطوات. الخطوه الاولانيه بيعمل كذا، بيقول لك ايه، ديفايد ايتش نمبر، يعني كل خطوه هقراها هقول لحضرتك في المثال اهو، شايف عملها اهو ازاي عملها ماشي. اول خطوه بيقول ايه، ديفايد ايتش نمبر، كل رقم موجود عندك قسمه، كل رقم في الداتا اللي مديها لك اللي موجوده في المساله، اللي هو المطلوب فيها انك ترسم الستيم اند ليف دايجرام بتاعه ماشي. وهو نفس الداتا على فكره هنعمل عليها كل الدايجرامز اللي هنتعلمها ان شاء الله، عشان تبقى ايه، تبقى فاهم الفرق ما بينهم وبعض. هنقسمها الى جزئين، يعني الرقم ده الرقم اللي عندنا هنقسمه الى تو بارتس. بارت هنسميه الستيم، وبيتكون من ايه، من الليدنج ديجيتس، من الارقام اللي هي الاولانيه، الارقام الاولانيه، وهكمل وبعد كده اقولها لك عملي. اند ليف كونسيستنج اوف ذا ريمينينج ديجيت، اللي يبقى ليدنج ديجيتس هتسمى ايه، هنفصلها كده لوحدها وهنسميها الستيم، والبيت الارقام هنسميها الليف ماشي. تعال نشوف ازاي في المثال بتاعنا. المثال ده بتاعنا عباره عن عملوا تيست على عينات مصنوعه من الالومنيوم والليثيوم، ايا كانت الماده، مش هو ده الموضوع بتاعنا ماشي. والقاسوا فيها الكومبريسيف سترينث، اللي هي قدره الضغط او مقاومه الضغط، كومبريسيف سترينث بتاعت العينات دي ماشي. ازاي شكل العينه، ازاي الاختبار ده بيتم، مش هو ده موضوعنا. الموضوع بتاعنا هو ان احنا عندنا داتا، واليونت بتاعتها باوند سكوير انش، باوند سكوير انش يعني باوند على مربع الايه، البوصه، انش، انش سكوير بيسموها باوند سكوير انش. اوكي، دي اليونتس بتاعتها. اوكي، طيب بنعمل ايه؟ شايفين، انا هقرب شويه عشان الناس لو ما كنتش شايفه قوي، هقرب شويه بس هظبط الشاشه. اوكي كده واضحه يا شباب. بصوا هنا هنعمل الموضوع ده مثلا في ايه، في اول مجموعه رقم. دول كام رقم؟ دول 80 رقم، لان هم 80 عينه، 80 عينه. وقلنا الدوت بلوت مش مناسب في الحاله دي، لابد ان احنا نرسم ايه، ستيم اند ليف دايجرام ماشي. بعمل ايه، بيقول لك ايه، خد اول رقمين، اول رقمين بيمثل ايه، الستيم، الستيم مش كده، والجزء بقيه الارقام دي بتعتبر الليف. بقيه الارقام يعني هناخد ال10 دي كده كان ده الستيم، هناخد التسعه دي كانها الستيم. خدت بالك من الخط اللي انا رسمه ده؟ كاني بجزأ الداتا الى جزئين، جزء فيه الرقم ده اللي على اليمين، وجزء فيه اللي على الشمال ماشي. ده الستيم، وده ايه، وده يسمى الليف ماشي. الستيم اللي في الشمال ده الستيم، واللي على اليمين ده الليف ماشي، اللي هو الورق ماشي. تعال نشوف بقى ازاي نرسم، وهكذا بالنسبه لايه، بقيه الداتا. خدت بالك من بقيه الداتا؟ خد بالك الخط ده كده جاي يمين شويه، يعني ما بين الثلاثه والثمانيه، ها يعني ما قدرتش انا اظبطها قوي، وهكذا. فهمنا يعني الخط ده مش على الثمانيه كده بالظبط، لا، ما بين الزيرو والثمانيه، وهكذا. واضحه؟ يبقى كده ايه، اول خطوه. هل احنا كده فاهمين؟ اول خطوه اقسم الداتا ايه، الى قسمين، قسم بيسمى ليف وقسم بيسمى ايه، الستيم. اوكي، نرجع تاني، نرجع تاني للوضع بتاعنا اهو. خلاص كده اول خطوه. الخطوه الثانيه، ليست ذا ستيم فاليوز ان ا فيرتيكال كولوم نو سكيبس، يعني بيقول لك اعمل ليست بالستيم فاليوز في العمود الرأسي، وما تعديش اي نقطه، ما تعديش اي نقطه حتى لو كانت مش موجوده. ايه الكلام الغريب ده؟ تعال نشوف هنا، هي القيم من الشمال دي كام؟ في 10، في 9، في 24، فين اقل واحده فيهم؟ طبعا صعب ان حضرتك تقول كده بمجرد النظر، يعني في رقم ممكن يعدي مني
ماشي. هنا بيقول لك اقل حاجه هي السبعه. السبعه تخيل، السبعه فين؟ السبعه اهي شايف دي 76، يبقى اقل رقم سبعه. طيب فين اكتر حاجه؟ اكتر حاجه هتلاقيها 24. لو ده النظر كده هتلاقيها 24. فين ال 24؟ طبعا صعبه بمجرد النظر، خصوصا لو الارقام اكتر من كده. واحنا عندنا ميني تاب بيقدر يعمل الكلام ده بسهوله. بس 24 موجود في انهي، حد يساعدني، موجوده في انهي عمود؟ 24 هنا، دي 23. 24 هنا، لا 24 هنا، لا 24 هنا، على اليسار. صح، زي لو احنا ما شافهاش، ثالث واحد. اللهم صل على النبي، ما شاء الله، الله اكبر. ماشي. السن بقى بالنسبه لنا 245، تمام. خدنا بالنا بقى ليه 24 دي اكتر حاجه وليه 7 اقل حاجه؟ عشان انا بصيت كده لقيتهم كده. ماشي. ببدا ارص هنا كده، قال لك ايه، نو سكيبنج، ابتدي من 7 اوصل ل 24 وما تشيلش، ما تبصش بقى للداتا دلوقتي. 7 8 9 10 11 12 24، واضحه كده؟ طيب خلاص كده، نشوف الخطوه اللي بعديها، الخطوه الثالثه. الخطوه الثالثه، الخطوه الثانيه كده واضحه، نو سكيبس. ماشي. حتى لو الداتا مش موجوده، حتى لو رقم كذا اللي انا كاتبه ده مش موجود. ريكورد ذا ليف فور ايتش اوبزرفيشن بيسايد اتس ستيم. هنسجل كل ورقه جنب الساق بتاعها. ازاي؟ هنروح تاني نشوف، نمسك بقى الداتا واحده واحده. دي كام؟ 10 وجنبها 5. فين؟ 10 وجنبها 5. ده الستيم، ده الليف. اكتب 5، اكتب 5 اهي، 5 10 اهي، اكتب هنا 5. بعد كده اللي بعدها 9 وجنبها 7، 9 جنبها اهي 7. واحده واحده كده وانت ماشي، انت ماشي. هل الترتيب مهم؟ لا مش مهم، مش مهم قوي، مش مهم قوي. بعد كده 24 5، ادي 24 اكتب 5. 116 وجنبها 3، 16 16 وجنبها 3. نعرف نكمل كل الداتا دي، بس خد بالك ما تلزقش الارقام هنا ببعضها، يعني خلي في مسافه بينهم، خلي مسافه بينهم. ولو مثلا انت جبت يعني 10 مثلا، 9 وجنبها 7 وموجوده تاني في مكان تاني، اكتب 7 جنبها تاني، ما تقولش انا كتبتها. زي مثلا شايف، في شايف 8 و8، ده معناها 100، الرقم ده كان كام؟ 158، واللي بعدها 158، مش اللي بعدها هنا في الترتيب، لا اللي بعدها هنا في اللي هي 15 تبع 15. واضحه؟ طيب نيجي بعد كده، الخطوه اللي بعد كده، خلاص عرفنا نعمل دي. هل اي سؤال؟ في سؤال يا شباب؟ هل في اي سؤال؟ نكمل؟ تمام. مهم جدا ان انتوا في اول قاعده اننا ناخد اول رقمين، مش بالضروره، مش لازم. ماشي. احنا بناخد اللي على الشمال وبعد كده ناخد الرقم اللي على اليمين، ناخد اللي على الشمال كله وناخد ايه رقم اللي على اليمين. تعال بص كده، اللي على الشمال يعني بتسيب رقم واحد، بتسيب رقم واحد. ممكن يكون الارقام كلها مثلا 97 ومفيش 100 وي، ممكن. ففي الحاله دي هيبقى رقم واحد. ماشي. المهم بنقسمها لجزئين، جزء الاولاني ده، الاولاني ده اللي هو اول رقم، ده اول ديجيتس، ده هو ده الليف، والباقي ده الستيم. صح. لو كان اكتر من ثلاث خانات ممكن طبعا، ممكن ناخد 15 دي على الشمال وبعد كده 60 هنا، هتعمل لنا مشكله. لا هيبقى، تعال نفكر فيها مع بعض. لا صعب، هو رقم واحد، لازم في الليف هنا يبقى رقم واحد، عشان هقول لكم ليه. دي رقم واحد. 156، 156. هنقول هقول لك بعد شويه حل المشكله دي، لان فعلا بتقابلنا بعض المشاكل زي كده. لكن دي حل. ماشي. طبعا في الحاله دي هنضطر ان احنا نكتب 150، هنعمل اكتر من مستوى. 150 من اول 151
لغاية 100 و 160، يعني 151 152 153 154، ماشي؟ كل الأرقام دي بدون ما نفوت حاجة، طالما في أرقام كده في النص هنحلها بعد شوية، في مثال يوضح الكلام ده، ماشي؟ بس السؤال ذكي. تعالوا نوضح بقى بنعمل ايه بعد كده، بعد ما حطينا الليب هنا. نشوف الخطوة اللي بعد كده. يقول لك record the leaf, تمام. write the units for the stem and leaves on the display. يعني بيقول مهم جدا احنا نكتب units على الايه؟ على الديسبلاي ده. يعني نقول ان اليونتس بتاعتنا عبارة عن باوند سكوير انش. نكتب اليونتس. ماشي؟ طيب العمود الاخير ده عبارة عن ايه؟ بنتكلم عن الفريكونسي. الفريكونسي ده نعمله ازاي؟ بص هنا، هنا في كام رقم؟ واحد بس اهو، اكتب واحد. كام رقم هنا؟ واحد بس. يعني في كام ليف؟ ماشي؟ واحد. يعني لو دول كام؟ واحدة، واحدة، اتنين. عشان كده بقول لك ابعدهم عن بعض شوية، عشان بيتعدوا. أول واحدة، تاني واحدة، اتنين، لأن دول يعتبر رقمين. يعني أنت لو حبيت ترجع الأرقام دي تاني هنا الجدول تعرف؟ أه طبعًا نعرف. يعني دي مثلًا 105 و101، 105 و101. ماشي؟ وهنلاقيهم هنا طبعًا، نلاقيهم هنا 101 أهي. وهكذا. الأرقام تلاتة، شايفين دول؟ واحد، اتنين، تلاتة. حتى لو الصفر ده طبعًا. في رقم على اليمين كده صفر، نحط الصفر عشان بيتعد، عشان هنا ده الفريكونسي، ده يعني عدد الارقام اللي في ايه؟ اللي ايه في المنطقه دي. ماشي؟ وهكذا. ماشي؟ يقول لك هنا ايه؟ مصدر يعني بتوين كذا كذا، ليفز ار ان اوردرد، ليفز ان اوردرد. ملاحظ ان ايه؟ انها مش مترتبه. لاحظ انها مش مترتبه، لانها خدنا داتا كده واحده واحده، خدنا داتا واحده وحطيناها. ماشي؟ طيب نكمل. بيقول لك هنا في بعض الاحيان بتقابلنا مشكله ان احنا محتاجين نقسم الستيم. بص كده، فاكرين انتوا لما المثال لو ثلاث خانات زي مثلا 1560، طب نعمل ايه؟ ممكن في الحاله دي نقسم الستيم الى مجموعات. ازاي؟ لو طبعا لو الارقام كتير وحاسين ان الموضوع صعب شويه في التنفيذ، يقول لك the purpose of the stem and it is to describe the data distribution graphically. يعني هنا لو بصيت للشكل ده، ده شكل توزيع الداتا. الداتا متركزه اكتر فين؟ هتلاقيها متركزه في المنطقه دي اكتر الداتا موجوده في المنطقه دي. ماشي؟ حتى عمل لك، قال لك ايه هنا؟ سنتر از اباوت 155. بيقول لك السنتر هتلاقيه في المنطقه دي اباوت. The most data. وهنا المفترض ان انت الموضوع يبقى subjective evaluation، يعني حضرتك بتبص بعينيك كده وتقيم. ماشي؟ لكن لما ان احنا عندنا ادوات بعد كده هنقول فيها ازاي هنحسب كل الحسابات ونطلع النتائج. الداتا بتاعتنا متركزه فين؟ متركزه في المنطقه دي. مش ملاحظ ان الداتا بتاعتنا متركزه في المنطقه دي؟ عشان كده كتب لك ايه؟ قال لك من اول 110 110 ل 100 110. ماشي؟ لغاية 200. لغاية هنا. ماشي؟ شايف الداتا؟ انت بتقول متركزة في المنطقة دي. طبعا بتقل هنا في الأطراف وتزيد في النص. هتلاقي الداتا متوزعة كده دايما. يعني ليها سنتر معين. والديسبرشن بتاعها بالشكل ده. هنا الرسمة دي بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا شكل توزيع الداتا بالشكل ده. فده الهدف من الستيم اند ليف، ماشي؟ ان هو يبين لنا الايه؟ الداتا ديستريبيوشن، توزيع الداتا. الداتا متوزعه ازاي؟ تمام؟ طيب هنا بقى هيبدا يكلمك عن ان تحصل لنا مشاكل. ايه هي؟ زي ما حضرتك قلت الرقم اللي قدامنا ده، وفي ارقام كتير عندنا. If the data are too clustered، لو انت لاحظت ان الداتا فيها زحمه شويه. في زحمه شويه في الداتا. ماشي؟ We can split and have multiple stems. يعني مهم هنا يبقى عندنا اكتر من ايه؟ اكتر من ستيم. يعني ستيم رقم واحد، ستيم رقم اثنين، ستيم رقم ثلاثه. سوري، عايز اروح الشاشه. يبقى في ستيم واحد، ستيم اثنين، ستيم ثلاثه، وهكذا يتقسم. يعني بدل ما هي سبعه بس، اي حاجه فيها سبعه بنحطها هنا، لا ده ممكن نكتب ايه؟ سبعه وجنبها واحد. او سبعه وتشمل اللي هي لغايه من اول 0 1 2 3 4.
فاهم قصدي؟ يعني هنا واللي بعدها تبقى سبعه وبعد كده خمسه سته زي ما هشوف ايه في المثال اللي انا هقوله لكم دلوقتي يوضح الامور اكتر. ازاي؟ بص هنا كده ممكن نسبليت 2 فور 1 يعني ان احنا نعمل اسمين قسمين يعني مثلا lower stem for leaves في عندنا هيبقى عندنا lower stem و upper stem يعني تو عندنا تو ستيمز اللور منها يحمل الارقام 7 و1 و2 و3 سوري 0 و1 و2 و3 و4 ماشي ده بجانب ايه؟ بجانب الرقم الاساسي اللي احنا قلنا عليه يعني احنا قلنا مثلا بالنسبه للمثال زي كده يبقى هنحط ايه اول حاجه ايه؟ اول حاجه 5 15 مش كده؟ وبعد كده نبدا نقسم المنطقه اللي على اليمين دي ممكن نقسمها الى خمس مناطق او خمسه ستيم ماشي يعني ورا بعضهم كده بحيث ان المجموعه تبقى 1500 لغايه 1510 من 1500 فوق ل 1510 لغايه 1520 وهكذا تتقسم ايه لو لقينا العمليه زحمه قوي اما نيجي نحط الداتا عند نقطه معينه نلاقي الارقام بدات تزيد قوي في منطقه معينه فبيسموها ايه؟ تو كلاسترد ماشي؟ ممكن تتقسم بالشكل ده او ممكن تتقسم بالشكل ده. يبقى منطقه مثلا تحمل 0 و1، المنطقه اللي بعديها تحمل 2 و3 وهكذا لو لقينا ارقام كتير في كل واحده فيهم. ماشي؟ زي المثال ده. وهنا طبعا مش بالضروره يعني بيقول لك يعني بلاش ان احنا تو فيو ستيمز بالشكل ده او تو سبريد اوت بالشكل ده يعني ده وده مرفوضين ما بيبينوش اي شكل للداتا يعني شكل الداتا ايه مش باين قوي لكن انا شايف هنا الداتا متوزعه ازاي كده باينه قوي باينه قوي غير دي مش باينه اي حاجه خالص هنا اقسم لها اكتر من قسم ماشي يعني هنا مثلا ايه وهي نفس الداتا على فكره يعني الداتا دي هي نفس الداتا دي هي الداتا دي ماشي يعني الرقم ده الاولاني بيعبر عن ايه 61 الرقم الثاني 63 64 65 و65 66 مش كده؟ بعد كده بدات تخش في 7 لو كان في 67 كان هيتحط هنا برضه في نفس المكان لكن ما كانش فيه ماشي دي الداتا المتاحه عندنا 7 وهكذا لغايه اخر من اول 0 لغايه 9 احنا مش بنحط بنبص كده ارقام لا ده على حسب الداتا اللي عندنا 8 و9 وهكذا فالداتا اهي ماشي؟ هنا قسمها الى ايه؟ قسمها الى كل واحده قسمها الى قسمين قسم منهم مثلا اللي هو 6 دي قسمها قسمين 7 قسمها قسمين 9 8 9 ف 6 قسمها ايه الى لور وابر ابر ولور ماشي اللور تحمل 61 لغايه ايه لغايه 64 الابر تحمل من 65 لغايه ايه 69 لو في ذكر كنا حطيناها وهكذا ماشي لكن هنا بقى قسمها الى خمس اقسام كل واحده فيهم قسمها يعني 6 6 6 بقى 6 بقى كل ده تبع 60 ماشي خمس اقسام من اول ايه من اول الاي اس اف تي زد ده طبعا ايه اقل حاجه زد تي اف اس ماشي ايه وهكذا تلاحظ الرموز تكرر التاني ما عدا مع ايه مع 7 تكرر التاني مع 8 وهكذا تكرر التاني مع 9 فكل واحده فيهم ايه 1 2 3 4 قسمها خمس اقسام ماشي دي بتشيل ايه دي بتشيل زي المثال اللي هو عمله من شويه بتشيل 1 0 1 دي بتشيل 0 1 بس يعني تشيل 60 61 بس اي حاجه فيها 60 61 بتتحط هنا ماشي وهكذا وفي امثله كتير تقدر حضرتك تشوف امثله كتير على الـ على الـ على جوجل تقدر تجيب ستيم اند ليف دايجرام في امثله كتير جدا في حالات كتير جدا من ضمنها الحاجات الاكستريمز اللي حضرتك قلتيها وهكذا بالنسبه لايه؟ فده بيقول لك لا ده بيقول لك لا الافضل ده نايس شيب نايس شيب ماشي لان يهمنا ان الديستريبيوشن بتاع الداتا يبان سيمبل ليف دايجرام باستخدام الميني تاب ماشي هنعمل الكلام ده بالميني تاب نعم تعالى نشوف الاول الشكل عندنا ايه ده الكاونت ده اللي هو الكاونت ده اللي هو الفريكونسي ستيم اند ليف دايجرام الداتا اللي عندنا اللي هم الخاصه اللي هم 80 قراءه اللي هي السترينث كومبريسيف سترينث
ليه الداتا دي شايف دي؟ شايف الداتا دي؟ هو اللي رسم لها، شايف الحل هنا عندنا ماشي؟ هو ده اللي ايه؟ اللي عمله هنا بالميني تاب. تمام، معمول بالميني تاب. اوكي؟ طيب تعالى قبل ما ننتقل للكلام ده، تعالى نروح للميني تاب ونشوف ازاي نعمل ستيم اند ليف بالميني تاب. يلا بينا جاهزين. هل نزلتوا الميني تاب عندكم يا شباب ولا شفتوه الاول على السورس؟ موجود على السورس. هل لاحظتوا انه موجود؟ عملتوا له داونلود؟ بداتوا تسطبوه على الجهاز عندكم؟ هتوعدوني ان انتوا تستخدموه بدل ما يبقى الموضوع مجرد نظري بس؟ لا، يحصل دلوقتي انت محتاج سوفت وير وتستخدم الكلام ده بدل ما ميني تاب. شير كده، عملت شير للايه؟ للميني تاب اهو قدام حضراتكم اهو. علشان تفهم الميني تاب كويس لابد ان حضرتك تروح الاول لشابتر 2 اللي موجود على الموقع اللي انا وريته لحضرتك في البدايه. هيبدا يعني يلففك جواه شويه عشان تبقى فاميليار هو ايه فين. اما انا عاوز حاجه نلاقيها فين ماشي، والداتا بتتوزع ازاي، بتتحط ازاي، بتتحط في صوره ورك شيت بالشكل ده شبه الاكسل. كل عمود هنا بيمثل فاريبل، متغير من المتغيرات اللي احنا بنقيسها، وهنا بيمثل ايه؟ داتا بوينت. 1 2 3 4 كده كام داتا بوينت. بص هنا مكتوب كام؟ مكتوب كام لغايه 80 ماشي؟ 80 هم 80 فعلا نقطه من اول 105. ده الكومبرسيف ستريس، ده التايتل بتاع العمود ماشي. السلام عليكم يا شباب، بلغوني بس لو الصوت واضح. سامعيني؟ الشير موجود. ان شاء الله نشتغل مع بعض دلوقتي شيرنج على الميني تاب. الميني تاب، هل قدامكم الميني تاب دلوقتي؟ واضح، تمام. طيب الداتا اللي قدامنا دي يا جماعه خدناها كوبي وبيست من ملف ايا كان، جدول، حطينا الداتا دي هنا كوبي وبيست. وخطوات التعامل مع الميني تاب في البدايه، انصحكم تروحوا لشابتر 2 اللي موجود على الموقع حاليا اللي انا قلت شرحت عليها ماشي. وقلنا من الوقت للتاني هنروح للملفات دي ونقول برضو فيها بعض الحاجات، ازاي نرسم الستيم اند ليف دايجرام باستخدام الميني تاب. عندنا الكلام ده موجود في قائمه جراف. يعني اولا دي اسمها الورك شيت، نتعرف شويه على الميني تاب. الورك شيت ده بيبقى فيه زي الاكسل بالظبط، الناس اللي اشتغلت على الاكسل، في مجموعه من الاعمده ومجموعه من الصفوف. هنا العمود بيمثل فاريبل، أو بيمثل القيمة اللي هي إيه اللي أنا بقيسها، وهنا دي عدد القياسات اللي أنا عملتها ماشي، بكتب القيم بتاعتها من العمود الأولاني الثاني الثالث الرابع وهكذا ماشي. وهنا دي الصفحة اللي فيها النتائج، هيبقى فيها النتائج هنا ماشي. وزي ما قلنا ممكن يكون في الستيم أند ليف، ممكن يكون في أكتر من مستوى زي ما شرحت لحضراتكم، وهنشوفها دلوقتي. يعني المفروض الشكل اللي هيطلع لنا هيطلع بالشكل ده، هنشوف ازاي ده اتعمل. اوكي يا شباب، هنشوف ده اتعمل ازاي. اوكي، طيب بنعمله ازاي؟ من قائمة الجراف في امر اسمه ستيم اند ليف. ستيم اند ليف ماشي. اول حاجه بيطلبها مننا المتغير اللي هو ايه اللي احنا نرسمه، فانا اتخيل دي مش موجوده ماشي. فباجي بختار المتغير اللي موجود هنا عندنا، هو ما فيش غيره ماشي، واما اعمل دبل كليك عليه الاقيه جه هنا، او كليك وديليت ونختاره واعمل ايه سيلكت، مش كده او كده يعني، بس ده كل اللي هنعمله. مش محتاجين اي اوبشنز ثانيه. هو هنيجي لما حضرتك تيجي تتعامل مع برنامج لاول مره، مفيش داعي انك تدخل في نفسك في تفاصيل وتغوص في تفاصيل وتصعب الامور على نفسك. فانا مجرد ما اخترت الفاريبل في السيما اللي دايجرام هقول له ايه؟ هنقول له اوكي ماشي. بص هنا الداتا معمول ازاي ماشي. هنا بيقول لك اول حاجه، طبعا ده اللي لسه عاملينه، ستيم اند ليف دايجرام للكومبريسيف سترينث اللي هو المتغير اللي عندنا العمود ده، يعني ان بتساوي 80. وبدا ايه يحط لنا الكلام ده، وده الفريكونسي، الرقم الاولاني ده بيعبر عن الفريكونسي بتاع كل قيمه ماشي. وهنا القيمه دي اللي موجود فيها الايه في المنتصف اللي هو المين، عملها هنا 10. بعد كده
احنا خدنا خلاص الستيم اند ليف دايجرام وقلنا بمستخدم في ايه في حاله لما يكون الداتا سيت كتيره لارج داتا سيتس. هنا هنتكلم على حاجتين كمان. خد بالك هنا عمل ايه؟ رتب الداتا. يعني شايفين ان الداتا نتركبت ازاي؟ ليفز ار اوردرد هنا بعين ترتيبها هنس الداتا تقيس سورتد. يعني حصل ترتيب للداتا هنا كده. مش ملاحظين الموضوع ده؟ يعني 0 0 اللي فيها 0 وبعدها 1 2 غير اللي فاتت. اللي فاتت اهي. شايفين اللي فاتت؟ زي ما الارقام طلعت ما حطيناها كده. في اكتر من 8 هنا هم بدا يرتبهم ترتيب ايه تصاعدي الليفز نفسها ماشي بجانب دي مترتبه هو بيرتب ايه افقي كده. فتعال نشوف ايه وده يفيدنا فيه. رتبها افقيا اهو 0 5 3 1 3 1 0 1 3 وهكذا ماشي. هجيب بس الشات قدامي علشان لو عندكم اي استفسارات اكون متابعكم. دي اول حاجه. بعد كده هنتعلم حاجة تانية زي ما خدنا المين هناخد حاجة اسمها الميديان والمود. المود ناخده الأول. المود ده اللي هو القيمة الأكثر تكرارا. القيمة الأكثر تكرارا. القيمة اللي اتكررت كتير. ماشي؟ القيمة اللي اتكررت كتير. فعندنا مثلا 158، 158 جت منين؟ أنت بتشوف الأرقام اللي موجودة في الجدول. بس كده ممكن نطلعها من هنا؟ طبعا ممكن نطلعها من هنا. في عندك 1 5 0 1 5 0 1 5 1 1 5 1 5 8 1 5 8 1 5 8. شوف الرقم ده 158 اتكررت اربع مرات. اكتر رقم اتكرر اسمه المود. الكلام ده نقدر نعرفه من الجدول كده مباشره بس هنا صعب شويه. ماشي؟ فالقيمه الاكثر تكرارا اسمها المود. اوكي؟ طيب في حاجه كمان قيمة تانية بيسموها الميديان. الميديان الوسط. في فرق بين الوسيط الحسابي او الافريج او المين والميديان. الميديان يعني القيمة اللي في النص. يعني بنقسم الداتا الى جزئين. جزء شمال وجزء يمين. وهو القيمة الميدل. بس طبعا لازم تكون الداتا ايه عشان تطلع الميديان لازم تكون الداتا سورتد. يعني انت مرتبها ترتيب تصاعدي او ترتيب تنازلي ايا كان. المهم القيمه اللي في النص نص الداتا بالظبط بتسمى الميديان. مش محتاجه اي حسابات. امتى؟ في حاله لو الداتا اود رقم فردي. يعني مثلا على ان ناخد مثال لو قلنا مثلا تعالى ناخد مثال واحد ثلاثة اثنين تعالى نكتب احسن. ايديت التكست نكتب هنا واحد ثلاثة ارقام اي ارقام اربعة مش مهم الترتيب. المينيون هنا 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 الترتيب مهم لازم ترتيب تصاعدي. واحد ثلاثة اربعة سبعة عشرة. شايفين القيم دي؟ كم رقم؟ دول كام؟ سبعة عدد خمسة. يبقى دول اود ولا ايفن؟ اود يعني فردي. عددهم فردي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة. طيب فين الرقم اللي في النص؟ اللي هو الثلاثة الأربعة. الأربعة دي الرقم اللي في النص. لو قربناها شوية تبقى أوضح. شايفين الأربعة دي الرقم اللي في النص ده بيسموه إيه؟ بيسموه الميديان. طيب لو زودنا عليهم رقم كمان بالشكل ده بقى في عندنا رقمين في النص. يعني دول اتنين اربعة ست ارقام. فبناخد ايه؟ بناخد الرقمين دول ونجمعهم ونقسمهم على عددهم. يعني اربعة زائد سبعة يدينا 11، 11 على اتنين يدينا خمسة ونص. ده بيسموه الميديان. يعني في حالة لو الارقام دي عدد فردي زي ما خدنا في الاول كده هو الرقم اللي في النص وسهل. بس لازم الارقام تبقى ايه؟ ترتيب تصاعدي سورتد. ماشي؟ او تنازلي المهم سورتد. ماشي؟ لو كان رقم زوجي عددهم زوجي كده زي في المثال البسيط اللي بتاعنا ده ستة. فبناخد الرقمين اللي في النص الميد بوينتس الرقمين الميدل فاليوز ونجيب المتوسط بتاعهم. ماشي؟ ده اللي هو عمله في المثال ده.
جايب الرقمين اللي في النص وقسمهم على بعض لان هم 80 قراءه. فجاب الرقم 80، الرقم 80 والرقم 81 طبعا مع التسلسل الترتيب التصاعدي بتاعهم او التنازلي، وخد متوسط القيمتين دول، القراءة رقم 80 والقراءة رقم 81، جمعهم وقسمهم على 2. مش هشرح ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للميديان والمود. دي برضو مقاييس أخرى من خلالها نقدر نعمل إيه؟ نقدر نعمل سمرايزيشن للداتا أو وصف للداتا، ونشوف إيه أهميتهم بالنسبة لنا. يعني هنستفاد إيه لما نعرف الميديان والمود. في كمان طريقة توصيف أو تقسيم أخرى للداتا، إن أنا أقسم الداتا إلى أربع أقسام، إلى أربع أقسام، إلى أربع تربع. يعني 25% من الداتا، يعني كأني بعمل إيه؟ بعمل ثلاث الداتا بتاعتي كده، وبعمل فيها ثلاث خطوط، ثلاث تقسيمات. ماشي؟ ثلاث تقسيمات، يعني 3 بارتيشنز، يعني بعمل ثلاث فواصل ما بين الداتا. يعني في الربع الاولاني ده فاصل، الربع الثاني لغايه النص ده فاصل، ثلاث ارباع ده فاصل، وبقيه الداتا ايه ده الفاصل الاخير. ماشي؟ واضح كده هنعمل ايه؟ هنقسم الداتا الى 25% من الداتا تبقى مثلا لغايه رقم معين بيسموه Q1، Q1، Q1 ده بيسموه في الاحصاء بيسموه كوارتل، فيرست كوارتل. ماشي؟ الربع الاول، الربع الاول، وهنشوف ازاي يتم حسابه بالمثال اللي عندنا برضو. ماشي؟ 50% من الداتا اقل من رقم معين اسمها ده السكند كوارتر، وهو اللي هو نفسه ايه؟ اللي هو نفسه الميديان، نفسه ايه؟ الميديان. 50% من الداتا كاني قسمت الداتا نصين. ماشي؟ اقل من كذا هو ده 50% من الداتا. 75% من الداتا اقل من ايه؟ كيو 3. يبقى عملنا ايه؟ عملنا ثلاث اقسام، والثلاث اقسام دول انا حابب ان انا اوري لكم رسمه توضح الكلام ده. معلش انا هروح للنت جوجل يعني، وهجيب رسمه معينه واحطها لكم على الشاشه بحيث ان انتوا تشوفوا انا اقصد ايه، بحيث ان ايه الامور تبقى واضحه. انا هجيب لكم على الشاشه دلوقتي خيالا. شايفين الشاشه دي؟ تقول اننا عندنا الداتا بتاعتنا اهي، رتبنا ترتيب تصاعدي ليها. ماشي؟ قلنا 50% لازم يحصل ترتيب تصاعدي الاول. ماشي؟ بيقول ان هي 25% من الداتا دي كم قراءه؟ 4. ماشي؟ 20 قراءة، 20، 5 و5 و5 و5، 20 قراءة. مش كده؟ 25% منهم من الداتا دي اهي على الشمال. عند 2.5 اللي هو المسافة بين الاثنين دول. ماشي؟ ده مثال بسيط. ها؟ 25 الثانية اللي هو الميديان اهو 50%، كأن 50% من الداتا أقل من 5.5، يعني بقول الميديان اللي هو Q2 اللي هي بتساوي أقل من 50% من الداتا اقل من 5.5، صح ولا غلط؟ صح. ماشي؟ بعد كده 75% من الداتا اللي هي بيسموه كيو 3 عند الرقم ده. ماشي؟ اللي هي يعني هنا بالنسبه لنا 7.5. اوكي؟ 75% من الداتا، ودي بقيه الداتا. يعني كانه بيقسم الداتا الى ايه؟ الى اربع اقسام، اربع تربع زي ما بيقولوا، اربع تربع، وهنشوف ايه فائدتها دلوقتي. ليه طلع 2.5؟ علشان احنا بنجيب، احنا مش بنجيب عند رقم معين. يعني تعال نشوف الارقام ليه ونص، ليه ونص. الرقم ده بيمثل 25% من الداتا. هنوضحها بالمثال البسيطه، المثال اللي قدامنا ده. المثال اللي قدامنا ده هو عباره عن المثال بتاع ال 80 قراءه، بيمثل ال 80 قراءه اللي موجوده فين؟ اللي موجوده هنا. شايفين القراءات دي؟ هم دول ال 80 قراءة اللي أنا بقول عليهم. ماشي؟ الأرقام دي هتترتب ترتيب تصاعدي. هتترتب ترتيب تصاعدي، وهي في الشكل ده كده تقدروا تقولوا إنها ترتيب تصاعدي. ليه ترتيب تصاعدي؟ عشان إحنا قعدنا ترتيب دول في الشكل ده. بص كده، في الشكل اللي قدامنا ده ترتيب تصاعدي.
الرقم الاولاني كام؟ 76. الرقم الثاني 87. الرقم الثالث 97. الرقم اللي بعده كام؟ في غلط؟ لا دي واحد ودي خمسه. الرقم 101 و105 اللي هو الرابع والخامس، الثالث الرابع والخامس، وهكذا. خدوا بالكم الارقام دي مش لازقه ببعضها كده عشان نعرف نقرا الكلام ده. فاحنا بنرتب الكلام ده وكل دول على بعضهم كده هتلاقيهم 80 قراءه. 80 قراءه. ماشي؟ تعال نشوف موضوع الكوارتل ده بيجي ازاي، وازاي موضوع طلع 2.5 و3.5 والكلام ده. في مثال احنا بنقول عليه ده، عشان نحسب 25% من الداتا اقل من رقم معين، دي هو اللي احنا عايزين نوصل له، هو كيو 1 دي بكام؟ كيو 2 بكام؟ اللي هو نفسها الميديم، كيو 3 بكام؟ ماشي؟ وتعبير كل واحده فيهم ان اقل من كذا 25% من الداتا اقل من كذا، 50% من الداتا اقل من كذا، 75% اقل من الداتا اقل من كذا، يعني 3 ارباع الداتا اقل من قيمه معينه. ماشي؟ اقل من 50% من الداتا اقل من رقم معين اللي هو الميديان. هو نفسه الميديان، هو نفسه الايه؟ سكند كوارتر. ماشي؟ هيبقى مطلوب مننا نحسب كيو 1 وكيو 2 وكيو 3. ماشي؟ مفيش حاجه اسمها كيو 4. ماشي؟ كيو 4 يبقى احنا كده وصلنا للداتا كلها. اوكي؟ هم ثلاث فواصل بس. ان هم بيقسموا الايه؟ الداتا لاربع اقسام. تعال نشوف ازاي الموضوع ده بيتم. اول حاجه احنا اول كوارتر احنا بنحسب حاجه اسمها الاندكس. بنحسب حاجه اسمها الايه؟ الاندكس الاول. الاندكس ده هو يعرفنا فين الكوارتر الاولاني او الثاني او الثالث. ماشي؟ تعال نشوف ازاي. يعني احنا كل الهدف في الموضوع كله ان احنا نوصل للقيم دي. ان احنا نصل لايه؟ للقيم اللي قدامنا دي. ازاي بتتحسب؟ ماشي؟ وهنشوف ازاي ربع ونص والكلام ده كله. فبنحسب ايه؟ احنا عندنا اول قسم اللي هو 25%. 25%، 50%، 75%. تعال نمشي واحدة واحدة كده، أو واحدة بس كفاية هتغنينا عن الباقيين. إن إحنا نقول إزاي حاجة زي كده تطلع في النص. في المثال اللي إحنا شفناه. المعادلة اللي إحنا هنستخدمها هي المعادلة دي. لكل الحالات، مع اختلاف إيه؟ مع اختلاف قيمة الـ F. الـ N دي بتمثل السامبل سايز. إحنا السامبل سايز بتاعنا كام يا شباب؟ في المسألة بتاعتنا 80. سامبل سايز حجم العينة بتاعتنا 80. 80 قراءة. ماشي؟ يبقى في اف دي مختلفة، مرة بربع، مرة بنص، مرة ب 75. ماشي؟ احنا لو عوضنا في المعادلة دي، الاندكس في الحالة الأولى يطلع كام؟ وهنا ان زائد 1 يعني 80 زائد 1 يعني 81. 81 في ربع. عارفين 81 في ربع يطلع كام؟ 20.25%. 20.25%. خلينا ما نكملش في الحته دي عشان ايه؟ عشان نخلص واحده واحده عشان ما يتلخبطش. الرقم ده معروف، اتفهم ده ايه؟ الرقم ده اتفهم اللي هو ايه؟ اندكس. اندكس يعني من خلاله هنوصل هو فين الكوارتر بتاعنا، الكوارتر الاولاني. اندكس معناها هو الرقم عندنا هو 20. يعني احنا عندنا الارقام مترتبه ترتيب تصاعدي دلوقتي من اول رقم لغايه الرقم ال 80. ماشي؟ من الارقام اللي عندنا اللي هي الداتا بتاعتنا. الرقم 20 وربع. الاندكس هنا معناه ان هو الرقم 20 وربع. مش ربع يعني 20 وربع، لا يعني ربع الفرق ما بين 20 و21 يعني. وانا بص كده الرقم 20 اللي هو كام؟ في الداتا بتاعتنا لما رتبناها ترتيب تصاعدي هتجد انها 143. هتجد انها 143. لو انت رتبت ال 80 رقم قدامك كده ترتيب تصاعدي وعديت كده الرقم الاولاني، الرقم الثاني، الرقم الثالث، الرقم الرابع، الرقم مش عارف ايه، تصل لرقم 20 هتلاقي 143. مكتوب 143. ماشي؟ طيب وربع. طب انت هتشوف بقى الرقم اللي هو 21 كمان هتلاقيه كام؟ الرقم اللي بعده. ماشي؟ دايما بنشوف الرقم والرقم اللي بعده. ماشي؟ كام؟ هنلاقيه 145. احنا عايزين وربع بس، مش عايزين نقول ان احنا نجمعهم ونقسمهم على اثنين، لا عايزين ربع المسافه دي. يبقى 143 زائد ربع في المسافه دي كام؟ المسافه دي واحد. ربع في واحد بربع. ماشي؟ ربع في واحد بكام؟ سوري
43 دي المسافة دي كام؟ 1.5. ماشي، نصها كام؟ نصها 1.5. ماشي، جاست من شوية الرقم ده، فرق من الرقم ده والرقم ده اتنين، رباهم يعني نص نص، يبقى الكوارتر فيه 143، والفرق ما بين الاتنين دول في ربع يدينا ايه؟ يدينا الكوارتر الاولاني. ماشي، ده القانون بتاع الكوارتر الاولاني 143 ونص. النص دي جت منين؟ الفرق بين الاتنين دول مضروبه في ربع. ماشي، الرقم الاولاني ده جه منين؟ اللي هو رقم 20، الرقم اللي هو في الترتيب كده هو رقم 20. ماشي، لقينا 143، بعد كده الفرق بين الاثنين في ربع، وهنا ان رقم 40 هو ده، هنلاقيه 160، والفرق بين الاثنين هنضربه في كام؟ في نص، اللي هي نص المسافه. ماشي، هنا المسافه دي كام؟ 3، يبقى نصها 1.5، يبقى 161 ونص. فين ليه الانصاص والارباع والكلام ده كله؟ احنا مش بنختار الرقم بالتحديد، لا، يعني عند الفاصل ده كأن في رقم تاني موجود. ماشي، ده يبقى كأننا بنقول ان 25% من الداتا اقل من 143.5، وفعلا لو عديت الارقام هتلاقي 25% من الداتا اقل من 143.5. عدهم كده، رصهم كده، وقول ان 25% منهم يعني كام؟ يعني هم 80، 25% يعني 20 رقم، 20 رقم اقل من 20 رقم هو 143.5، وهكذا. فده تقسيم مهم جدا، وبيبين لنا ازاي الداتا بتتوزع، ازاي الداتا بتتوزع، وازاي كمان لما ناخد معلومه ثانيه جديده حاجه اسمها الانتر كوارتر، هنشوفها بعد شويه. هنا بيقول لك ادي الربع الاولاني الربع الثالث، كل اختلاف ان هنا في ثلاث ارباع، وتعمل بنفس الكيفيه. الربع الثاني ممكن نعمله بنفس الطريقه، نقول مثلا نص في كذا كذا كذا، او نطرح كيو 3 من كيو 1. كيو 3 من ايه؟ من كيو 1. ده يدينا ايه؟ ده يدينا المنتصف، الرينج بيسموه الانتر كوارتال رينج. ماشي، ده اللي بيسموه ايه؟ انتر كوارتال رينج، وليس كوارتال في الفرميولا فور كيو 2. يعني انا كلمه ايه؟ ده عباره دي خط، ده بيسموه انتر كوارتال رينج. تعال نشوفها في الصفحه التاليه. لسه ما جاتش. طيب، في الاول فهمنا دي ازاي نقسم الكوارتلز، اللي هي ايه؟ احنا نقسم الداتا الى اربع اقسام متساويه، 25% من الداتا، نص الداتا، ثلاث ارباع الداتا، 100% من الداتا. ماشي؟ 100% من الداتا يعني ايه؟ يعني اللي هو اكبر رقم، يعني تقول ان 100% اقل من 100% من الداتا، 100% من الداتا اقل من رقم معين. طب دي مش محتاجين ان احنا نقولها، اللي هو اكبر رقم عندنا في الداتا. طيب، حاله خاصه من الحالات بتاعه الكوارتل، بدل ما نقسم الداتا بتاعتنا الى اربع اقسام ماشي متساويه، لا، هيقسمها بنسبه مئويه. يعني يقول مثلا ايه؟ الى قطاعات، كل قطاع 1%، كانه 1%. لو احنا مثلا عايزين، وبنستخدم بنفس الطريقه ونفس المفهوم، نفس المنهجيه، عايزين نقول عايزين البرسنت اللي هي 37%. يعني 37% كاننا بالظبط هنا بنكتبها هنا كده، بدل ما نكتب الاربعه كده نقول 37% مثلا، ده مثال 37%. محدش يقول لي ليه 37 مثلا، 37% من الداتا اقل من كام؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي. ماشي، بنعملها بنفس الطريقه، بنفس المنطق، بنفس المعادله. هي تعتبر حاله خاصه من الكلام ده اهو. بنجيب برضو الاندكس بنفس الشكل، نفس الكيفيه، 37% بيتم حسابها. ماشي، نرجع للجدول، نقول الاندكس 37 اهي في المية، ده القانون اللي احنا قلناه، ان زائد 1 يعني 81. ماشي، حصل ضرب الاثنين، يبقى الاندكس رقم 29 و97 من 100 منه. ماشي، يعني رقم 29 تروح للجدول هتلاقي الارقام بعد ما تعتبر ترتيب تصاعدي، هتلاقي رقم 153، هو ده رقم 29 في ترتيبه، يعني ترتيب التصاعدي. ماشي، زائد 97% من الرقم اللي هو 153 والرقم اللي بعده، الفرق بينهم. ماشي، يدينا ان 37% من الداتا اقل من 153 و97 كرقم.
واضح كده؟ أي سؤال كده؟ النقطة اللي بعد كده حاجة اسمها الانتر كوارتال رينج. انتر كوارتال رينج يعني مدى بنحسبه من كيو 3 والكيو 1. المدى ده كام؟ كيو 3 وكيو 1. نقدر نحسبه ايه؟ هنحسب ان كيو 3 وكيو 1 الفرق بينهم بيسموه انتر كوارتال رينج. ماشي؟ وهنشوفها في شكل بعد شويه. من الجدول او من الشكل اللي فات او من الداتا اللي عندنا دي ب 181 ودي ب 143 ونص، الفرق بينهم 37 ونص اللي بيسموه انتر كوارتر رينج. بيقول لك ان الاوتلايرز لما نيجي نتكلم عنها بقى ونفهم يعني ايه اوتلايرز، وهو ده اللي هيساعدنا بعد كده ان احنا نطلع الاوتلايرز من الداتا. الاوتلايرز يعني بيانات تحس انها غريبه شاذه، مش ممكن، مش منطقيه. ماشي؟ نقدر ان احنا لو عارفين نبحث اسبابها وان ايه نتلاشاها خالص من الداتا بتاعتنا لانها ممكن تاثر على الداتا. فبيقول لك الاوتلايرز، الاوتلاير داتا الاي كيو ار انتر كوارتال رينج لا تتاثر اساسا، ما بتتاثرش بالايه؟ بالاوتلايرز لان هم خارج النطاق. الاوتلايرز دي قيم خارج الحدود دي. ماشي؟ ايه اللي بيتاثر؟ الرينج از دايركتلي افكتد، الرينج بتاع الداتا. الرينج اللي هو ايه؟ ما انتوا فاكرين ان احنا خدنا نوعين دلوقتي من الرينج. الرينج بتاع الداتا اللي هو الماكسيمم ناقص المينيمم او الانتر كوارتال رينج اللي هو بالايه؟ بالمعادله دي. هنوضح الكلام ده اكتر بعد شويه. تعال نشوف الميني تاب ازاي نستخدمه في يطلع لنا الديسكربتيف ستاتستكس اللي هي التوصيفات، يعني ازاي بيحسب كل الكلام ده اللي احنا عمالين نشرحه وعمالين نقول الكوارتر الاولاني والكوارتر الثاني وكل الكلام ده ازاي نجيبه باستخدام ميني تاب بكليك كليك كليك. اوكي؟ مع نفس الداتا. يعني شايفين هنا بيقول لك اولا الفاريبل اللي احنا هناخده في القياس هو الستانس. عدد العينات ان 80، المتوسط كذا، الستاندرد ديفيشن كذا، المينيمم كذا، كيو 1 كذا اللي هو الفيرست كوارتر اللي بيقسم الداتا، يعني 25% من الداتا اقل من 143.5، ده معناه الميديان 50% من الداتا اقل من الرقم ده، 75% من الداتا اقل من الرقم ده، ده الماكسيموم. ماشي؟ اكبر حاجه عندنا دول خمس ارقام بتعتبر ملخص للداتا كلها. ماشي؟ اللي هم اللي هي الخمسه دول المينيموم لغايه الماكسيموم بينهم كيو 1 وكيو 2 اللي هو ميديان واللي كيو 3. طيب تعالى نروح لل اعمل لكم شير، وانا افضل دلوقتي ان انا اعمل شير للشاشه بالكامل عشان ما افضلش رايح جاي على البرزنتيشن تبقى العمليه ايسر يعني. وهنتعمل نفس الداتا اللي احنا ايه اتكلمنا عنها للميني تاب. ادي الداتا نفس الداتا هنستخدمها. ماشي؟ اللي هم 80 قراءه عندنا، مش محتاجين احنا نقعد نكتبهم، يعني اللي هم مكتوبين في اي برنامج اكسل او اي موجودين في ملف وورد ممكن كوبي وبيست، يعني الموضوع سهل، مش محتاجين نقعد نكتب. فدلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نجيب البيزك ستاتستكس باستخدام الميني تاب، يعني كل الاحصائيات، كل الوصف او البيانات الاحصائيه او التوصيفيه للداتا الميني تاب بدل ما نقعد واكتر من اللي احنا اتعلمناه. هنستخدم قائمه ستات. شايف قائمه ستات هنا الاول؟ هل الشير شايفين فيه الميني تاب؟ هل الميني تاب باين عند حضراتكم؟ نشوف هل الميني تاب يا جماعه باين؟ قائمه ستات يا شباب، ونبدا نحفظ بقى الاماكن الاوامر دي. قائمه ستات بيزك ستاتستكس ديسبلاي ديسكربتيف ستاتستكس اول امر. ماشي؟ ولو انتظرت كده شويه يبدا يوضح لي هو ده بيعمل ايه. ديسبلاي سمرايز مش عارف ايه. ماشي؟ من غير ما ادوس سمرايز يور داتا وذ ديسكربتيف ستاتستكس اللي يحصل وصفيه زي ما قلنا. مش كده؟ يلا يبدا يسالني هو فين الفاريبل اللي انت عايز تشوف التفاصيل بتاعته. أو ممكن فاريبل او اكتر، يعني مش بالضروره ان انا بقى في كل مره بتعامل مع فاريبل واحد، يعني ممكن اكتر. اختاره من هنا كده دبل كليك عليه او كليك وسيلكت، مش كده؟ واخش هنا كده في الستاتستكس احدد هو ايه. احنا شفنا مصطلح الستاتستكس ده بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه مع السامبلز.
اللي هو الاكس بار والاس والمينيمم والماكسيمم وكل حاجه خاصه بالسامبلز. هخش هنا كده يديني توليفه كبيره جدا من الحاجات اللي ممكن يحسبها. وممكن نقول بعضها دلوقتي يعني فيرست كوارتر ده قلناه المين سكويرد ايرور اوف مين ستاندرد ديفيشن الفاريانس كوفيشن حاجه اسمها كوفيشنت اوف فاريشن تريند مين سم المجموع المينيمم الماكسيمم الرينج ان نون ميسنج ان ميسنج ان نون ميسنج اللي هي الحاجات الغير مفقوده يعني ان توتال يعني كل البيانات اللي عندنا كان مفترض كانت كام. طب لو في بيانات ناقصه منهم ممكن نتعامل معاها؟ طبعا لو في 3 4 مثلا مش معروفين وانا سايبهم فاضيين فهو بيعتبرها انها ميسنج بيانات ناقصه يعني. ماشي مجموع الاثنين دول يدينا الان توتال كوميوليتيف ان لو انت عايز تجيب تراكمي الان يعني تجمع 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 يطلعوا كام؟ as a percentage بس. وفي بيانات كتير first quartile median third inter quartile range المود sum of squares مجموع مربعات القيم دي skewness حاجه اسمها العاج بتاع التوزيع مش هنهتم بالحاجات دي دلوقتي يعني ايا كان الحاجات اللي انتوا بتختاروها دلوقتي مش مهم تكون عارف كل حاجه دلوقتي. هنا check statistics يعني ممكن بدل ما اقعد اختار واحده واحده كده في عندي بديلين. الديفولت ده اللي هو ايه؟ اللي هو البرنامج النازل بيه وبيختار لك شويه حاجات كده من عنده وهي بتبقى اكتر حاجات مطلوبه يعني. او ممكن اقول له نان يعني مش عايز ولا حاجه وانا اختار على مزاجي. او اقول له قول اختارهم لي كلهم يعني مش محتاج ان انا اروح اختار واحده واحده. ماشي؟ وهكذا الديفولت ده اللي المفترض من غير ما تختار البرنامج بيعمله، من غير ما نخش جوه قائمه statistics هو البرنامج بيختار دول بس. ماشي؟ هل محتاجين نختار حاجات؟ نختار له شويه حاجات ثانيه كده اللي بيها احنا فعلا محتاجين. الاني توتال ممكن الاني توتال الفيرينس السم رينج كفايه كده. اوكي؟ اوكي. مش بختار اي حاجه وخلاص بختار حاجه فعلا هتفيدني هتعبر عن الحاجه اللي انا ايه اللي انا شغال عليها. هنقول له اوكي. خلاص كده مش كده وبس يعني الامر ده اللي هو الديسكريبتيف ستاتستكس ديسكريبتيف ستاتستكس مش بيعرض بيانات رقميه بس ده ممكن جرافس وهو عنده 4 انواع من الجرافس لو انت عايز يطلع لك اي حاجه من دول في نفس الوقت اللي بيحسب فيهم هو بيعمل هيستوجرام لو عايز ترسم الهيستوجرام لو عايز الهيستوجرام مع ايه؟ مع نورمال كيرف عايز تمثل الداتا بس اللي بيسموها انديفيديوال فاليو بلوت البوكس بلوت. بوكس بلوت ده اداه مهمه جدا وانا اشرحها بعد شويه اللي هو فيها تقسيم الداتا ماشي لاربع اقسام بس لا يمنع ان احنا نشوفه دلوقتي. اوكي هو في امر لوحده ونقدر نعمل كل حاجه لوحدها بعد كده. اوامر موجوده في الجراف. تعال نقول له اوكي يبقى انا اخترت من هنا الستاتستكس اللي انا عايزها اخترت من هنا الجرافس اللي انا عايزها ماشي كده. طيب هنفترض ان انا هنا جاي اختار مش عارف اختار ايه على اي اساس اختار واختار ازاي مش عارف ايه اول مره ادرس او يطلع لي الديالوج بوكس ده ممكن اقول له هيلب مساعده اديني مساعده statistics وانا بختار كده مش عارف اختار ايه اقول له هيلب ماشي يدخلني على موقع الميني تاب على النت جرافس وانا في حاجه مش عارف انا اختار ده امتى وده شكله ايه والكلام ده كله ما بختارش عشوائي اقول له هيلب مش كده برضه يفتح لي لو بس لازم يكون موصل بالنت. اوكي شباب خلاص اخترنا كل حاجه اقول له اوكي اوكي ده رسم وحسب وانا مغمض يعني عيني يعني لو فتحت عينيا لقيته عامل 4 جرافس الجراف ده بيسموه البوكس بلوت ماشي والنقط دي بيسموها اوتلايرز يعني هنشرحها بعد شويه نظر يعني النظر بتاعها وده بيسموه الويسكرز اللي هو زي شارب كده يعني ده كانه الفم وده زي شارب في الـ بالنسبه للرجل شارب الشنب يعني مش كده وهنقول القيم دي بتتحسب ازاي ده الفيرست كوارتل ده السكند ده الميديان او السكند ده الثيرد ماشي دي القيم دي اوتلايرز
زي ما قلنا. ممكن الرينج ده ما بيتأثرش طبعا قلنا بالاوتلايرز، لو شلنا دول مش هيتأثروا، لكن الرينج الطبيعي بتاعنا لو شلنا دول يبقى الرينج اكيد هيتأثر. ماشي، ده ممكن نقفله وممكن اسيبه، يعني ممكن اسيبه عندي في في ملف لوحده مستقل. وممكن ان انا ايه رايت كليك كده، رايت كليك عليها واقول له سند تو مايكروسوفت وورد، واديه لي المايكروسوفت وورد. لو ملف مش مفتوح يفتح لي وورد واحط فيه الكلام ده. لو انا عايز اعمل تقرير بقى عن ايه، عن الشغل بتاعي، او ان انا اوديه لي على الملف باوربوينت، هو عنده الامكانيات دي. ماشي، او ان هو فايل، يعني وانا مختاره كده اقول له فايل سيف جراف از، خزن لي الجراف ده في ملف لوحده. ماشي، ان هو بيعمل يعني ممكن الميني تاب لما بيجي بيتعامل مع الشكل ده كله، الملف ده كله، على اساس انه بروجكت يعني مشروع. يعني ايه مشروع؟ كل حاجه موجوده جوه الملف ده، من جرافس، من حسابات، من نتائج، من بيانات، كل حاجه في الشغل بتاعك، في الحاله بتاعتك اللي انت بتدرسها، بتبقى متخزنه as a project. اوكي، لكن لا يمنع ان انا ممكن كل ورك شيت ملف الداتا ده افتح منه اكتر من ملف داتا، اخزنه لوحده، الداتا دي اخزنها لوحدها، اقدر ان انا اشوف كل رسومات، شايفين الامر ده، شو جرافس فولدر، واعمل فولدر فيه كل رسومات دي رسومات اللي انا عملتها قبل ما اخش على اشتغل معاكم النهارده، وبالاضافه للي عملتها ايه النهارده. بس كده، ده اسمه ايه، ده individual value plot. individual value plot، القيم اللي عندنا ده التوزيع بتاعها. ماشي، وادي القيم اهي، ولما تلاقي كذا نقطه فوق بعضهم ده معناه ان هو ايه، ان في تكرار للنقطه. شايف متوزعه ازاي، من اول فين لغايه فين. ماشي، ده الانديفيديوال فاليو بلوت. ده بيسموه الهيستوجرام مع النورمال ديستريبيوشن. ادي النورمال ديستريبيوشن مرسوم عليه، بحيث ان انت تشوف هل الكلام ده، يعني الداتا بتاعتك ممكن تمثل بالنورمال ديستريبيوشن او قريب من النورمال ديستريبيوشن، شكلها نورمال، شكل الداتا كده نورمال، هيستوجرام ومعاها النورمال. ان ب 80، الستاندرد ديفيشن بكذا، المين بكذا، هو اللي حسب الكلام ده. ماشي، والمفروض تراجع القيم دي، وهي دي اللي المفروض ان انت ايه، لو كنت حسبتها في الملف بتاع البرزنتيشن، تقدر هنا ان انت تراجع القيم بتاعتك. زي ما هنشوف دلوقتي القيم دي محسوبه فين. ده هو نفس الجراف، بس الهيستوجرام بس بدون النورمال كيرف. ممكن ارجع تاني هنا كده للسيجن ويندو. السيجن ويندو اللي بيبقى فيها النتائج، شايفين الشاشه دي، بيسموها السيجن ويندو، فيها كل النتائج اللي انا هي اللي طلعت لي، مش انا طلبت منه يحسب لي بعض الحسابات اهي، يعني كل الحسابات اهي حاططها على ايه، على سطرين. توتال اكاونت في مجموعه داتا 80، اللي هي اوريدي ميسنج، مفيش حاجه ميسنج، مفيش حاجه ناقص، اللي موجوده 80، عشان كده ايه 0 80 هنا، دي المجموعه بتاعها. المتوسط سم سكويرد ايرور مين، ستاندرد ديفيشن، الفارينس، ستاندرد ديفيشن ايه. ماشي، ستاندرد ديفيشن اللي هو اللي مقصود بيه، اللي مفترض انه بيعبر عن السيجما، بس دي مش سيجما. ليه مش سيجما؟ عشان الداتا اللي عندنا بتعبر عن ايه، مش بتعبر عن بوبيوليشن، بتعبر عن سامبل. ماشي، فده يعتبر الستاندرد ديفيشن، بس اللي اسمه اس، ده اس سكوير، ده الصم، مجموع القيم. ماشي، يعني لو جمعت الداتا دي كلها يطلع ايه، يطلع رقم الداتا، يعني اقل رقم مينيموم. ماشي، الماكسيموم فيرست، ميديان ال كيو 3 ماكسيموم، رينج انتر كوارتر رينج، ده حاجه وده حاجه. ماشي، الموت، القيمه الاكثر تكرارا، فاكرين 158 متكرر كم مره، متكرر 4 مرات، ان فور مود، الرقم ده 158 متكرر 4 مرات، زي ما شفنا في الايه، البلوت اللي عندنا. طيب، دي كيفيه تمثيل ازاي نعبر عن توصيف للداتا بالارقام بالشكل ده وبالجرافس. طيب كده الامور ماشيه تمام معانا، هل في اي مشكله يا شباب؟
للداتا كلها، وادي كل البيانات دي طلعت على فكره معانا ماشي من كليك كليك كليك، زي ما قلنا الموضوع ايه ابسط من البساطه. تعالى نتكلم دلوقتي على حاجه تانية اسمها الفريكوانسي ديستريبيوشن، اللي هو يبقى تمهيد بعد كده لينا في المحاضره القادمه، ونتكلم على ما يسمى بعد كده probability distribution، لانها مهمه جدا في الشغل بتاعنا. frequency distribution هو عباره عن ملخص للداتا، compact summary of data، بيتم التعبير عنه يا اما بشكل جدول، يعني frequency distribution ده ممكن يكون ياخد شكل جدول او شكل جراف او رسمه زي الهيستوجرام كده، او شكل function معادله. يبقى الفريكونسي ديستريبيوشن ده ممكن ياخد شكل جدول او جراف او فانكشن معادله ماشي، وكل توزيع بيبقى ليه المعادله بتاعته ماشي، كل ديستريبيوشن فريكونسي ديستريبيوشن ليه المعادله بتاعته ستاندرد، حاجات ستاندرد معروفه يعني ماشي، في الكتب موجوده. وهو ده اللي بيشتغل عليه الميني تاب، يعني بيشوف المعادله بتاعته وبيطبق فيها على طول بالداتا اللي انت تديها له. الداتا از جاذرد انتو، الداتا اللي احنا بنجمعها بتتحط في بنز او ساعات بيسموها سيلز، يعني بنقسم الداتا دي الى مجموعه من السيلز زي ما عملنا كده في الستيم اند ليف دايجرام، بس هنا بنحط ايه حاجه اسمها بنعمل كلاس انترفلز زي ما نشوف بعد شويه واحنا بنرسم الهيستوجرام ازاي الموضوع ده بيتم. عدد الكلاسز يعني عدد التقسيمات اللي هنحط فيها الداتا لو ضربناها في الكلاس انترفل اللي هو بيسموه الكلاس ويتس، ده مفترض ان هو بيغطي كل الداتا ويزيد عنها زي ما نشوف الكلام ده بعد شويه. طيب لو احنا عايزين نحدد عدد الكلاسز، يعني نقسم الداتا كام قسم، فبنقدر نستخدم المعادله البسيطه دي، يعني حاجه دي تعريفيه جذر ان، يعني لو عندنا عدد الداتا 80 يبقى جذر 80 يدينا عدد الكلاسز اللي المفروض ان احنا نقسم بيها الداتا بتاعتنا زي ما نشوف دلوقتي. هنشوف مثال بالارقام ما ننزعجش. الحدود بتاع الكلاس انترفلز يجب انها تكون ارقام سهله، ما تبقاش ونص وثلاث ارباع وارقام كده يصعب ان انا اتعامل بيها ماشي. اللي هي نفس الكلام برضو بالنسبه للكلاس ويتس، يعني عدد الكلاس الباوندرز الحدود، يعني الكلاس ده يبتدي من اين لغايه فين، يعني لازم الارقام دي الحدود نفسها تبقى واضحه. الكلاس ويتس نفسه العرض نفسه يبقى ايه، يبقى برضو كونفينينت فاليوز، يعني قيم نقدر نتعامل معاه بسهوله ومستريحين واحنا بنتعامل معاه. هناخد مثال للكلام ده زي الفريكونسي ديستريبيوشن تيبل، شكله ايه اللي قدامنا ده، فريكونسي ديستريبيوشن تيبل لنفس الداتا اللي هم 80 رقم، شايفين عارفين 80 رقم اهم عددهم، وده الفريكونسي بتاع كل واحده فيهم ماشي. تعال نشوف الكلام ده اتعمل ازاي، الكلام ده كله اتعمل ازاي. اول حاجه ممكن يتعمل بالاكسل كمان يعني سهل، بس احنا يعني طبعا هنعمل الكلام ده باستخدام ايه؟ الميني تاب اللي هو الجراف نفسه. التقسيمه دي بيقول ايه؟ الرينج اول حاجه، بعض الحاجات عشان نعمل تصميم للفريكونسي ديستريبيوشن تيبل ده محتاجين نعمل شويه الحسابات البسيطه دي. اول حاجه الرينج تحسبه، يعني اكبر رقم كام واقل رقم كام، طلع رينج 169، ودي من ضمن الحاجات اللي احنا حسبناها ماكسيموم ناقص المينيموم يدينا 169. طيب الجزء التربيعي ال n طلع 8.9 ماشي. المفترض الرينج ده لما نقسمه على عدد الكلاس، ما ده الجزء التربيعي ده اللي هو عدد الكلاسز، لما نقسمه على عدد الكلاسز يدينا الويتس بتاع كل كلاس، يعني يدينا الايه، انا هوضح لك كلاس يعني ايه الاول وبعد كده ايه. شايفين المسافه من هنا لهنا بيسموها كلاس، دي الباوندرز بتاعت الكلاس، ونقسم الداتا بتاعتي الى ايه بالشكل ده، فده ايه ده مسميات بس عشان ما نتوهش. ده بيسموها ترايل كلاس ويتس، يعني حاجات تعليليه كده لسه يعني مش هو ده اللي هنشتغل عليه. لو قسمنا 169 على 8.9 هيطلع الرقم ده ماشي. يبقى بالتالي القرار اللي احنا هناخده هيبقى بناء على ايه؟ بنقول الكلاس عدد الكلاسز بدل ما هي 8.9 ما ينفعش اقل من كده، ينفع اكتر ينفع اكتر، نخليك تسعه، قول نخليك تسعه، احنا كاننا بنصمم، ها بنصمم حاجه، ممكن نخليك تسعه ماشي. طيب عدد الكلاسز كام؟ هنا بيقول لك رفلي كده المفترض يكون الكلاس ويتس 18 وكذا، طب ما تخليها شي، احنا قلنا ايه؟ كونفينينت فاليوز، قيم سهل التعامل معاها ماشي.
يبقى عدد الكلاسز 9 لو عديت كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ماشي. الكلاس ويدث 20. طيب نبتدي منين؟ النقطة الأولى نبتدي منين؟ نبتدي من 70. ليه 70؟ أقل رقم 76 ماشي؟ ينفع إن إحنا نقول نبتدي من 75؟ ينفع، مش هيقول لأ، مش هيقول لأ، لكن خلينا دايما نبتدي بفترة كده كأننا أقل منها بشوية 70 ماشي، بس ما ينفعش 60 ماشي. كل دي حاجات تصميمية. تصميمية يعني إيه؟ اللي هي حرية الاختيار فيها بحيث إن الشكل في الآخر يطلع شكله حلو مش أكتر، وان انا استبي منه الداتا دي متوزعه ازاي، او الفريكوانسي ديستريبيوشن ده يقول لي ايه في النهايه، هل هو نورمال ديستريبيوشن، هل هو اكس بواسون ديستريبيوشن، يعني في توزيعات كتيره لسه نتعرف عليها مش عايز ازعجكم بيها دلوقتي، ومسمياتها يعني وموجوده جوه الميديا. بص الكلاس الاولاني احنا قلنا نبتدي من 70، احنا قلنا الويتس 20، يبقى من 70 لغايه 90، يبقى اي حاجه اي رقم واقع في الرينج ده اللي هو الكلاس الاولاني بسجل عدده هنا 2. في 2 ما بين اكبر من 70 واقل من هنا، اكبر من او يساوي، لان مش هتلاقي رقم تبقى محتار تحطه تبع ده ولا تبع ده، فدايما ايه بنقول اكبر من او يساوي واقل من، اكبر من او يساوي واقل واقل من، اكبر من او يساوي واقل. فلو قلت لك مثلا 90 هيتحط هنا ولا هنا؟ هيتحط هنا في الكلاس الثاني عشان ده بيحمل اكبر من او يساوي ماشي. 110، 110 في الكلاس الثاني، لا في الكلاس الثالث، وهكذا. الفريكونسي ده سبق ان احنا ايه عملناه، بس هنا بنعمله بناء على ايه؟ الارقام اللي هي واقعه في الرينج ده كام واحده؟ هنا كام واحده؟ مش هو نفس الفريكونسي اللي احنا عملناه في الستيم اند ليف دايجرام، خدوا بالكم من الموضوع ده ماشي؟ مجموعهم كام كده؟ المفروض يطلع 80، 80 قراءه. يعني دي عدد القراءات اللي في الرينج من كذا لكذا. دي عدد القراءات او الارقام اللي في الرينج من كذا لكذا. طب الريلاتيف فريكوانسي المقصود بيها ايه؟ اللي هو 2 على 80 يطلع الرقم ده، 3 على 80 يطلع الرقم ده، 6 على 80. كوميوليتيف ريلاتيف فريكوانسي اللي هو الرقم ده ينزل وبعد كده ايه؟ نعمل كوميوليشن تجميع، كنا ماشي ازاي؟ الرقم ده ينزل زي ما هو، اجمع ده زائد اللي بعده يدينا ده، اجمع ده زائد اللي بعده يدينا ده، المفترض في النهايه يطلع كام؟ يطلع 1. لو قفلت بواحد يبقى انت ماشي صح. ده بيسموه cumulative relative frequency. ممكن امثل بالفريكوانسي، ممكن امثل بالريلاتيف فريكوانسي، ممكن امثل بالايه cumulative relative frequency. ده شكل الفريكوانسي ديستريبيوشن تيبل. هل في اي سؤال هنا في الحته دي؟ اي سؤال؟ دايما تتوه من تمام الشات موجود فين بدور عليها. تمام نكمل. تعال نرسم الانستغرام بعد ما فهمنا الريليتيف فريكونسي او البروبابيلتي ديستريبيوشن الفريكونسي ديستريبيوشن. الانستغرام هو عباره عن فيجوال، عباره عن فيجوال ديسبلاي، يعني حاجه هتشوفها بعينيك رسمه يعني، او فريكونسي ديستريبيوشن يعني، لان احنا قلنا الفريكونسي ديستريبيوشن ممكن اشوفه في تيبل وممكن في جراف وممكن ايه كمان؟ تيبل او جراف أو فانكشن أو معادلة. بلاش نتكلم عن المعادلات دلوقتي. أنا عايز أخدكم واحدة واحدة كده بالنسبة للإحصاء، يعني ما تتفاجئش إن أنا بتكلم في حاجات أدفانسد وأنت مش فاهمها. ماشي؟ أنا أعتقد إن إحنا ماشيين برضو واحدة واحدة، وخدوا بالكم الأمور لغاية دلوقتي الأمور بسيطة. ماشي؟ مش معنى كده اللي جاي صعب ويلا تعقدوا، لا ما أقصدش كده خالص. أنا أقصد إن إحنا هناخد الأمور واحدة 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 واحدة. ماشي؟ ولو في اي مشكله على طول بلغوني. الهيستوجرام هي عباره عن وسيله ان انا ارسم بيها اللي هي فريكونسي ديستريبيوشن. هي شبه بالظبط البار تشارت او الستيم ليف دايجرام، شبهها بالظبط ماشي. ممكن ارسم الهيستوجرام ده في صوره ايكوال ويدثز، يعني زي اللي فاتت دي بالشكل ده، شايف كده؟ شايفين هنا الشكل ده كده؟ ممكن ارسمها بقى ايه؟ اجي في الرينج ده اعمل محور افقي وكل واحط القيم دي 70 90 110 مش عارف ايه، واعمل اعمده مره طولها 2 مره 3 مره، او الريليتيف فريكونسي او الكوميونيتيف فريكونسي زي ما هنشوف دلوقتي. ودي الخطوات اللي ايه؟ الخطوات اللي هنرسم بيها ماشي؟ دي الخطوات اللي هنرسم بيها ايه؟ ايكوال بين ويتس او كلاس سايز ماشي؟
تعال نشوف الرسمه دي على طول. بيقول لك هنا في المحور الافقي الكلاس زي هي بتحط الباوندرز 70 90 110 مش عارف ايه، وبعد كده هنا بنمثل اما الفريكونسي او الريلاتيف فريكونسي، الفريكونسي او الريلاتيف فريكونسي. وهنشوف الكوميونتي بقى في الرسم اللي بعدها ماشي. هنا اثنين كده ونطلع اثنين ونعمل مستطيل. هنا اللي بعدها اعتقد ثلاثه 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 بعدها سته بعد كده بعد 10 بعد كده لغايه اثنين في الاخر ماشي. هو ده اللي مرسوم قدامنا مش كده؟ ده الهيستوجرام بتاع الداتا اللي احنا ايه عملنا لها، عملنا لها تيبل بتاعها ماشي. دي تعتبر ال 70 وال 90 ومش عارف ايه، بتسمى الباوندريز. اللي فوق ده اللي هو الميجرمنتس، الميجرمنتس اللي احنا قلنا عليه ممكن يكون سوليد فريكوانسي او ايه ريليت فريكوانسي. ما بوصلش للفريكوانسي او ريليت فريكوانسي الا لما ابص على الداتا الاصليه. ما ينفعش ما يكونش عندي داتا واقول الفريكوانسي كام، اتنين جت منين؟ ان انا لقيت اتنين من الداتا في رينج من 70 ل 90 ماشي. لازم كل الهيستوجرام ده لازم يكون فيه تايتل كده فوق، هيستوجرام اوف ذا تيبل كذا داتا ماشي. يعني دي الحاجات لازم ناخد بالنا منها جدا ماشي. ويكون في لو في اكتر من نسمة هيستوجرام لاكتر من حاجه يبقى لازم نحط حاجه اسمها ليجند. ليجند اللي هو الخريطه او المفتاح بتاع الكي ماشي. ممكن الهيستوجرام برضو يترسم بشكل ما يكونش ايكوال ويتسز، باشكال ثانيه يعني يكون العرض مختلف على حسب طبيعه الداتا برضه ماشي. مش هناخد في الجزء دي الجزئيه دي قوي. بيقول لك هنا ده مثال لهيستوجرام مرسوم بشكل سيء جدا، اختيارات سيئه جدا. يعني من ضمن الاخطاء بيقول لك عندنا دول 17 بن، كتير قوي كتير قوي، ما يبقوش كتير قوي كده 17 كلاسز يعني 17 كلاسز ماشي. اللي هنا عندنا واحنا طلعنا هنا عدد الكلاسز بالنسبه للداتا اللي كان المناسب كام؟ قلنا 9. وبنجيبها منين؟ جذري ان اللي هو الرقم ده، جذري ان اللي هو كان 80 في على حسب عدد الداتا. فهنا بيبين لك ان الرسمه مش كويس ماشي. السكيل ما تحسش ان الباوندرز تعرف تحدد هو ده من كام لكام وده من كام لكام، السكيل مش مناسب. الباوندرز مش واضحه ماشي. اليونتس مش مكتوب السترينس ده عباره عن ايه، يعني كام باوند سكوير انش سنتيمتر مش واضح ماشي. كل الحاجات دي مهم ان احنا نكتبها. هنا برضو مفيش باوندرز، مفيش اللي هي الباوندرز بتاع كل كلاس. ده حاطط لي الميد بوينت بتاع كل كلاس، بيسموها كات بوينت، كات بوينت ماشي او الميد بوينت. فالكلاس باوندرز مش موجوده اللي هي النقاط الفواصل دي. مفيش يونتس. فبيبين لك امثله مختلفه للاخطاء اللي ممكن تكون. ده هنا نفس الهيستوجرام بس ايه رسم الداتا بتاعت الايه الكوميوليتيف ريليتيف فريكوانسي اللي هو ايه الداتا بس ايه بيجمع وهو ماشي. يعني عارفين لو العمود اللي احنا عملناه ده، شايفين العمود ده؟ هو ده اللي يمثله هنا. يعني بدل ما يمثل اثنين قال لا هنمثل الرقم ده وبعد كده الرقم ده لغايه ما يوصل لواحد. واحد يعني 100% يعني يا اما تمثلها كده او كذا في المية. سوري. ده بيسموه كوميوليتيف فريكوانسي، كوميوليتيف فريكوانسي بلوك. يعني عشان ما تشوف في اي حته ما تتخضش، ده كوميوليتيف فريكوانسي بلوك ماشي او كوميوليتيف بروبابيلتي. والكلام ده هنتعرض ليه ان شاء الله في الميني تيبل المرات القادمه لما نعرف انواع التوزيعات. واحيانا بيبقى مطلوب ان انا احسب الكوميوليتيف بروبابيلتي او الريلاتيف بروبابيلتي. هاو تو سي ديستريبيوشن شيب، يقول لك من خلاله صعب ان انت تشوف شكل التوزيع. شكل التوزيع نعرفه هنا؟ لا مش هنعرفه، نعرفه من حاجه زي كده ماشي، لما نرسم الفريكوانسي او الريلاتيف. لكن كوميونيتيف شكل التوزيع ما بيبانش، ده مش شكل التوزيع لان هو تراكمي ماشي. طيب الشكل بتاع الفريكوانسي ديستريبيوشن ممكن يكون شكله ايه؟ ممكن يكون حاجه بالشكل ده، يعني يكون سيمتري بالشكل ده. ممكن يكون نيجاتيف او ليفت سكيو، يعني معمول له انحراف كده او مندعج من ناحيه الشمال. يعني شايفين ده بيسموه التيل او الذيل، الديل بتاعه الذيل ماشي، موجود ناحيه اليسار. ده بيسموه نيجاتيف فريكونسي ديستريبيوشن من ناحيه الشكل، ممكن نوصفه كده نيجاتيف فريكونسي ديستريبيوشن. او ساعات بيسموه ليفت سكيو،
وهنا في قيمه شفناها واحنا بنشوف الميني تاب، قلنا ممكن احد القيم اللي طلعها لنا الاستاتستكس حاجه اسمها السكيونس، مدى الانبعاج بتاعه، ودي كانت من ضمن الحاجات اللي المفترض او نقدر نختارها يعني عشان نشوف هو الداتا بتاعتي منبعجه التوزيع بتاعها شكله ايه، منبعج قد ايه. فده فول الانبعاج ممكن يكون نيجاتيف وممكن يكون بوزيتيف، لو بوزيتيف بيبقى بالشكل ده، نيجاتيف بالشكل ده، سيمتريكال بالشكل ده. والسيمتريكال ده بتحصل فقط، او السيمتريك ديستريبيوشن ده بيحصل فقط لما يكون الميديان، المين والميديان والمود كمقاييس نحسبهم يعني يطلعوا ايدنتيكال. ايدنتيكال الثلاثه زي بعض. في الحاله دي بنقول الايه؟ الديستريبيوشن ده سيمتريك. سيمتريك يعني متماثل. ماشي؟ وفي الحاله دي نقدر نقول ان هو نورمال ديستريبيوشن. هيفيدنا في ايه الكلام ده؟ في بعض الاختبارات وبعض الادوات اللي هنستخدمها. لازم نشوف حاجه اسمها نعمل حاجه اسمها نورماليتي تيست، اختبار التوزيع ده نورمال ولا مش نورمال. طب لو ما كانش نورمال، طب ما ايه السوليوشن بتاعه ايه؟ طب وبالتالي نقدر نستخدم معاه الاختبارات المناسبه. هنقول الكلام ده في وقتها، بس انا بفتح لك الموضوع، لسه بنتعلم ايه ازاي نوصف داتا. توزيع الداتا او تقسيم الداتا في كاتيجوريز، ممكن نرسم برضه الهيستوجرام، يعني الكلام ده الهيستوجرام اللي ترسم ده، ده نيوميريك داتا، دي بيانات رقميه. مش ملاحظ ان دي بيانات رقميه اللي هي 80 رقم متوزعه بالشكل ده؟ طب فرضا لو هي بيانات الهيستوجرام عملناها الكاتيجوريكال داتا. كاتيجوريكال داتا يعني داتا يمكن ترتيبها غير خلاف الارقام. خلاف الارقام في عندنا نوعين من الكاتيجوريكال داتا، في اوردينال اللي هي زي مثلا ليه ترتيبها طبيعي، زي مثلا السنوات سنة 2001 2002 2003 ده ترتيب تفصيلي طبيعي، مفيش حاجة ان احنا نقول سنة قبل سنة. ماشي؟ او عدد years in college، سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة سنة رابعة، لو عايزين نرتب ايه الداتا بتاعتهم. military rank ترتيبك في الجيش، هنقول ملازم، ملازم أول، نقيب، وهكذا. ماشي؟ رائد ولواء والكلام ده كله، ده لا ده ترتيب معروف. ماشي؟ لكن في حاجه اسمها نومينال، نومينال كاتيجوري. نومينال كاتيجوري دي زي مثلا ايه، حاجات ممكن احطها في كاتيجوريز بس ما لهاش ترتيب معين، زي مثلا الكالرز. لما اجي ارتب الالوان ارتبها على اي اساس؟ الاحمر يجي الاول ولا الاصفر ولا الازرق؟ ما فيش اولويات هنا. طب الجندر، الميل ولا الفيميل الاول؟ مفيش علاقه خالص. ماشي؟ لكن نقدر نرسم الهيستوجرام بتاع الداتا دي طبعا. ماشي؟ الهيستوجرام بيمثل ببارس، كل كاتيجوري بنحط لها عمود كده. ماشي؟ ليها ايكوال ويدثز، والهايت بتاعها بيعبر عن الفريكونسي بتاع ايه؟ بتاع الكاتيجوري دي. هنشوف مثال. ماشي؟ او الريليتيف فريكونسي زي ما شفنا. وكل الاختلاف ان احنا عندنا ايه؟ كاتيجوريز من شكل تاني، بنتعامل مع داتا من نوعيه تانية. ماشي؟ يعني مثلا باد وجود، الجندر ممكن ميل وفيميل، الكالرز الجرين البيلت البلاك، الجرين البلاك اليلو، كل الكلام ده البلو. ماشي؟ فهنتعرف هنا على حاجه جديده اسمها البريتو تشارت. البريتو تشارت من ضمن الادوات المهمه جدا في لين 6 سيجما، وبتوضح لنا بتعمل لنا كاتيجوريزيشن للداتا من الحاجات المهمه قوي للحاجات الاقل اهميه. ماشي؟ عشان لما نيجي يبقى عندنا خمس انواع من الاسباب للمشكله، ونشوف الاسباب الاكثر تاثيرا على اللي بتسبب لنا مشاكل اكثر، هي دي اللي نتعامل معاها اولا. فالباريتو دايجرام يا جماعه هو عمله عالم ايطالي، وهو نسبه اسمه جاي من اسمه الفريدو باريتو. وهو عباره عن هيستوجرام عادي، ولكن الكاتيجوريز بتترتب ترتيب تنازلي ان ديسندنج اوردر، يعني الكبير الاول والاصغر منها والاصغر منها وهكذا. يعني ده الترتيب بتاع الايه؟ الباريتو. ماشي؟ الابوتش ده بيركز على الموست اند ليست امبورتنت كاتيجوريز، مهم جدا اكثر كاتيجوري اهميه ليها اكثر اهميه، وهو ده اللي بنقول الاسباب اللي نبتدي بيها الحل. وهو عمل قاعده، او في قاعده انشئت من 2080
رول، في قاعدة اسمها 2080 رول، يعني بيقولوا 20% من ثروة العالم بيملكها 80% من الناس، و80% من الثروة بيملكها 20% من الناس. القاعدة دي بتطبق في كل مجالات الحياة دلوقتي، ماشي، عليها أمثلة كتيرة جدا. بيقول لك لو أنت بتعمل انفنتوري مثلا، عندك مخزون، في 20% من المخزون لابد إن أنت تديله اهتمام أكتر من 80% من المخزون، لأن 20% دول بيكونوا تمنهم الفاليو بتاعتهم أكتر بكتير من 80% من المخزون. يعني المخزون مش عدد، ما أقصدش عدد، أنا بنتكلم على فاليو، مش قيمة. ف20% من الأصناف المخزنة عندك بتمثل 80% من الفاليو اللي موجود. ده شكل الداتا متوزعة، ده بيسموه الباريتو، ماشي، بنقول انها بترتيب تنازلي اهو من الكبير للصغير، ودي جايه من شركه بوينج ايربلين موديل، ودي عدد الايربلين مانيفاكتشر دي في سنه 85، ماشي. فاكتر حاجه تم تصنيعها في سنه 85 هي البوينج 737، واقل حاجه كانت 707 بالنسبه لسنه 85، ماشي. دي بيسموها ايه؟ يسموها نومينال داتا. ده البوكس بلوت، ودي التقسيمات بتاعته. احنا اولموست قربنا نخلص، ها، كل شيء تمام، احنا اولموست هنخلص دلوقتي، ماشي. تعال نشوف الشات، هل كل شيء تمام؟ هل وصلنا لمرحله ان احنا ساتوريتد دلوقتي؟ كل شيء تمام، تمام. طيب اولموست هنخلص ان شاء الله. نرجع تاني للبرزنتيشن بتاعتنا، بس معلومات كتيره فعلا، انا معاك، بس معلومات كتيره تحتاج دراسه. صح. ربنا يعينكم. خد بالكم، دي البدايات، لسه في البدايات، ماشي. سيكس سيجما محتاجه فعلا شغل احصى كتير، يعني كوندنسد، مكثفه. فإن شاء الله بالخير. ونصيحة المرة الثانية، ما تنسوش الميني تاب تنزلوه، شابتر 2 شابتر 3 نبدأ نتدرب عليه ستيب باي ستيب. بيقول لنا ازاي نستخدم البرنامج، ازاي نحسب كل، ازاي نعمل توصيف. شابتر 2 و3 بيعمل توصيف وجرافينج للداتا. مهم جدا ان احنا نفهم الحاجات دي قبل ما نخش في حاجات ايه، حاجات تانية، اوكي. طيب نرجع تاني للبرزنتيشن بتاعتنا. بوكس بلوت، فاكرين ده البوكس بلوت؟ ده الفيرست كوارتر، ده السكند او الميديان، ده الثيرد. القيمه دي الفرق ما بين الفيرست والثيرد، ده اللي بيسموه انتر كوارتر رينج، اللي هو المسافه دي كلها، ماشي. مهم جدا ان الرينج ده ما يبقاش كبير، يعني كل ما الداتا كانت كويسه الفاريبيليتي قليله، كل ما كان الرقم ده قليل، عشان كده بنهتم بالرقم ده. بقيه الداتا دي عشان نجيبها هي عباره عن، لو عملنا عشان نحدد اول حاجه الاوتلايرز، الاوتلايرز دي البرنامج بيحددها زي البرنامج عنده الامكانيه ان هو يقول هي دي اوتلايرز دي اوتلايرز. عندنا نوعين من الاوتلايرز، في اكستريم اوتلايرز وفي اوتلايرز عاديه بالشكل ده. طيب تعال نمشي واحده واحده. الاوتلايرز العاديه هو بيحسبها ازاي؟ بيحسب اول حاجه واحد ونص، يعني واحد ونص يضربها في الانتر كوارتال رينج. انتر كوارتال رينج احنا حسبنا كيو 1 وكيو 3، الفرق بينهم يدينا الرقم ده. لو ضربنا واحد ونص هيدينا النقطه دي هنا، يعني يدينا خط هنا كده. تعالوا نشوف كومنت، نرسم خط. شايفين الخط ده كده؟ معلش خط مش طالع خط اساسا، والخط ده اوكي. اول حاجه تظهر بعد الخط ده هي تعتبر ايه؟ تعتبر اوتلايرز. كل اللي جاي كده بعد كده اوتلايرز، ماشي. لو واحد ونص من هنا، واحد ونص من هنا، شايف كده؟ شايف دي كده؟
مالناش دعوه باللي بره دي. شايف الخط ده؟ مش عارف، مش تطلع معايا خط. لا هي دي كده، واحد ونص من هنا وواحد ونص من هنا، ماشي. اي حاجه في المنطقه دي تعتبر اوتلاير، اوتلاير اي نقطه في المنطقه دي اوتلاير، ماشي. فلما بعمل الواحد ونص بعمل واحد ونص كده، وبعد كده واحد ونص كمان عشان احدد منطقه الاوتلايرز. اي حاجه بعد واحد ونص الاولانيه لغايه قبل الواحد ونص الثانيه اللي هي 3 انترنت كوارتل بيسموها اوتلايرز، ماشي. دي اكستريم اوتلايرز، يعني حاجه شاذه جدا، يعني ممكن اكون انا غلطت في حاجه، مش كده؟ لكن دي ممكن يكون ليها اسبابها في القياس، ما كنتش مركز شويه، مش عارف ايه. لو عرفت السبب بايه بسيبها، بحافظ عليها، والبرنامج عنده امكانيه ان هو يعمل ديسكارد او ريموف للاوتلايرز لو انت عرفت ان ايه سبب الارقام دي، لانها بتؤثر على النتيجه، على النتائج والتحليلات بتاعتك، ماشي. دي برضه هنا بيعرفك ازاي ان انت تصل الى الشير ده، هو بيحسبه ازاي، موجود هنا. مش عايز اخش برضه في تفاصيل تصعب عليكم الامور. نكمل. ده البوكس بلوت بتاع الداتا اللي عندنا اهو. ممكن يترسم راس بالشكل ده، او يترسم ايه، او يترسم افقي بالشكل ده، يعني الاثنين ماشي. هو البرنامج بيعرف يرسم الكلام ده اللي هو ايه، واحنا شفنا مثال ليه بقى من شويه، فاكرين المثال ده شفناه من شويه وموجود هنا عندنا. الجراف اللي بيوضحه فين 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 هو ده؟ لا هو ده، مش كده؟ ده الجراف. ولو وقفنا في اي وقت هنا كده في اي مكان، على اي مكان قربنا منه شويه، بيقول لك الاوتلاير سيمبل كذا الصف رقم 26 في الداتا يعني، ورقم 76 دي اوتلاير. دي الصف 39 في الداتا، صف الداتا، عارفين صف الداتا المقصود بيها؟ اللي هي هنا، يقول لك رقم الصف رقم الداتا 76، ماشي. يقول لك رقم كذا ده يعتبر اوتلاير، ماشي، وهكذا. لو وقفت هنا كده، مجرد ننتظر كده شويه يعني، ماشي. يقول لك 245 دي اوتلاير، ماشي. ده بالنسبه لايه؟ ده البوكس بلوت. نرجع تاني للبرزنتيشن بتاعتنا اهو، هو ده اللي رسمه، اوكي. ده هنا بيقول لك لو انت عندك تقدر تستخدم بوكس بلوت في ايه؟ انت يكون عندك اكتر من مثلا بلانت، اكتر من مصنع، او اكتر من مستشفى، او اكتر من غرفه في عمليه معينه بتتم فيها، وبتاخد قياسات من هنا ومن هنا ومن هنا، ماشي. وعايز تعمل مقارنه بينهم، ماشي. انتاج المصنع الاولاني والثاني والثالث شكله ايه، عامل ازاي، الفاريبيليتي عامله ازاي. فبيقول لك هنا المصنع الثاني ده او الكيس الثانيه دي الفاريبيليتي بتاعتها عاليه. عرفنا منين؟ لما يكون البوكس ده كبير كده، اقل من ايه؟ اقل من 1 و3، ماشي. الفاريبيليتي هنا اعلى، اللي هو 2. البلانت 2 و3 الاثنين دول هنلاقي ان القيم، احنا بنقيس كواليتي اندكس معين، كواليتي اندكس يعني معيار جوده مثلا ايا كان ايه هو المعيار ده، ماشي. هتلاقي القيم بتاعته اكبر حاجه فين؟ في هنا مالناش دعوه بالشير ده، يعني 75% من الداتا لغايه هنا، ماشي، اقل بكتير من دي. فيبقى في امبروفمنت مطلوب في المصنع 2 و3 او الكيس 2 و3. فهنا بيقول لك احنا هنقدر نستخدم البوكس بلوت في ان احنا نعمل كومباريتيف ستادي، مقارنه ما بين بيانات او 3 فاريبلز او 3 حالات، ممكن نحطهم جنب بعض كده واندكس معين بنقيسه ونشوف ايهما محقق الشروط بتاعتنا، او ايهما افضل وايهما محتاج تحسين، ماشي. من خلال الداتا ده يبقى ليه الداتا بتاعته، وده الداتا يعني بدل ما يكون عندنا 80 قراءه هنا بس، لا عندنا كمان هنا 80 وهنا 80، ونعمل مقارنه بينهم. البرنامج يقدر يعملها؟ طبعا يقدر يعملها، ماشي، بس احنا مش عايزين نخش في اوبشنز عاليه دلوقتي. بالنسبه للتايم سيريز بلوت هي عباره عن تسلسل زمني، ونحط القيم بالشكل ده. انا بحاول اصور عشان ده بيسموه دوت بلوت لنفس الداتا، او كل الاختلاف ان هو هنا ده تسلسل زمني للداتا ال 80 نقطه، مع ان هو بيحط لك الايه شكل توزيع الداتا بالشكل ده، ماشي، اللي هو السيم اند ليف بلوت، بالاضافه الى التايم سيريز، يعني الاثنين مع بعض بيسموها ديش دوت بلوت. ده مثال، احد الامثله، بيوضح لك ان هو شيء مهم جدا ان يبقى موجود الاثنين في نفس الوقت.
بيقول لك هنا لغايه مثلا العينه دي التايم ده اللي هو بعد 20 ساعه في حاجه اتعملت كيميكال كونسنتريشن، قراءات لتركيز كيميائي معين، رسمنا له الكلام ده، هم عملنا الكلام ده في 29 ساعه، كل ساعه خدنا قراءه، وخلال ال 20 ساعه الاولانيه لو جبنا الافرج ليه قيمه معينه، خلال التسع ساعات الاخرانيين جبنا الافرج قيمه ثانيه. فبيقول لك الكلام ده ما كانش يقدر يبان هنا، ما كانش ينفع يبان هنا في الليب اند ستيم، وبالتالي عملنا او الستيم اند ليف، وبالتالي عملنا ايه جنبه التايم سيريز بلوت جنبه كده. فعشان كده قال لك دي الميزه بتاعته يعني. البروبابيلتي بلوت، وده مهم جدا، وبالتالي مش عايز ازود عن كده النهارده، وفعلا هو كان معلومات كبير، واتمنى ان احنا نراجعه اول باول قبل ما نوصل يوم الاثنين تكون الحاجات دي بصينا فيها. انا هقف عند النقطه دي البروبابيلتي بلوت عشان هتحتاج تطبيق على الميني كات كمان، واتمنى ان احنا نراجع الحاجات دي قبل ما نيجي المره الجايه ونبدا نشتغل الشغل يحصل كات. اوكي، لو في اي استفسار تحت امر حضرتكم، زي ما قلت في البدايه من فضلكم على مجموعه الواتساب لو في اي اسئله على طول نسال. ف ونتقابل على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.